بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. برحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي صدى البلد في كل مكان. أسبوع جديد وأول حلقات الماتش. النهاردة الجزائر الشقيق تتوج بطلة لكأس العرب في قطر، ومصر تودع هذه البطولة حاصلة على المركز الثالث. ولسان حال الجماهير المصرية وداعا قطر ولنا عودة إن شاء الله، لكن قطر كأس العالم 2022 هو الحلم الكبير اللي كل الجماهير المصرية بتحلم بيه. بطولة فيها كثير جدا من الإيجابيات وفيها أيضا سلبيات. منتخبنا القومي قدم أسماء جديدة لها الجدارة في الانضمام إلى صفوف المنتخب القومي، أيضا هناك بعض السلبيات اللي هنناقشها بالتفصيل على مدار حلقتنا النهاردة. كمان عندنا أخبار كبيرة جدا فيما يخص النادي الأهلي ومباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء يوم إن شاء الله الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، وبعثة الأهلي وتدريباتها هناك. أيضا ما يخص نادي الزمالك والإصابات قبل مباراة المقاولون وانطلاق الدوري العام الاثنين القادم. حلقتنا النهاردة فيها حاجات كتيرة جدا وأخبار حصرية. سيف الدين الجزيري رايح فين بعد تألقه مع المنتخب التونسي الشقيق هناك في كأس العرب في قطر في الدوحة؟ هيروح فين؟ هقول لكم بالتفصيل هيروح فين. في مفاوضات مع عدد كبير جدا من اللاعبين خلال هذه البطولة، لكن هنتعرف على ده كله في حلقتنا النهاردة. تعالوا مع بعض نتابع جمهورنا شاف مباراة مصر وقطر النهاردة ازاي، واللي فاز فيها المنتخب القطري بركلات الترجيح. وارجع اتكلم معاكم في كل صغيرة وكل كبيرة فيما يخص اداء المنتخب خلال هذه البطولة. يلا بينا. شفنا مهارات فرديه كويسه وشفنا لاعبين، بس هي سوء اداره فنيه. يعني هي البطوله كلها سوء اداره فنيه، حتى كيراش نفسه كل ماتش ماتشه بيثبت ان هو سوء اداره فنيه، بدليل ان اللعيبه لعبت في اكتر من مركز وستيل نفس النتيجه بنطلع بيها في الاخر. يعني ده كان حلو النهارده الحمد لله، يعني كان احسن من الماتش اللي فات. الماتش اللي فات خسرنا 1-0 جون السوليه، كان ادائنا مش حلو قوي، كان الدفاع يعني مش في مكانه ومفيش مراقبه للهجوم بتاع المنتخب تونس. فالحمد لله النهارده ادائنا حلو. يعني ماتش يعني كناش بنضغط كتير، والاستحواذ كان ليهم، اغلبيته كان ليهم، بس يعني الحمد لله على كل شيء. يعني بس كانوا بيلعبوا حلو يعني. والله هو الماتش النهارده يعني ما عجبنيش قوي الصراحه، لانه ما كانش فيه لعب وما كانش فيه هجمات من هنا وهنا يعني، والاستحواذ طبعا كان لخطر برضو. بس يعني النهارده ممكن نقول ان كروش بدا التشكيله الى حد ما احسن لما نزل احمد رفعت وكده. يعني كان طبعا الاستحواذ كله لقطر، كان فيه لعيبه الشغل كويس واللعب كان تمام وكل حاجه، بس طبعا بقى كان فيه ضربات الجزاء بالنسبه ليهم مش كويسه، فكان طبعا مستوى قطر كان كويس طبعا. للاسف هو ما كانش حلو خالص يعني، يعني كان ممل، ما فيش هجمات، ما فيش اي حاجه، رغم ان احنا كنا ممكن نقدر ماسكين ماتش. انا يعني حاسس ان احنا يعني نوعا ما الهجوم عندنا كويس والدفاع عندنا كويس، يعني بعد الهجوم الناس اللي من بره يعني، بس خط النص عندنا ضايع خالص يعني للاسف، فما كانش فيه اداء حلو يعني. هو اللعيبه برده كانت متوتره، المفروض زي ما اتعودوا في الماتشات اللي فاتت اللي هو شخصيتهم تبقى اقوى من كده، وعلى حسب برده المدرب كان فيه اخطاء شويه عنده. الحمد لله على كل شيء، المنتخب عامل اللي عليه. هو يعني المنتخب مش في نفس وضعه زي اللي احنا بنتفرج عليه في امم افريقيا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، بس الحمد لله على كل شيء. احنا متوقعين من المدير بس الفني يركز شويه مع اللعيبه ويشوف اللعيبه يختار، يعني اختياراته من نادي كذا ونادي كذا، لا هيختار كويس احسن من اللي هو بيختاره. والله هو الاداء كده كده المدرب لسه يعني بيكتشف البتاع، هو داخل على حاجه جديده فبيكتشف اللعيبه وبيكتشف الهرمون بتاعهم هيكون عامل ازاي مع بعض اساسا، فلسه قدامه فتره عبال ما يطبع معاهم على الحاجات دي كلها. كل مدرب عموما بياخد وقت طويل عبال ما يطبع مع كل اللعيبه ويعرف كل لاعب، اصل هو جاي من بره، فطبيعي ان هو يكتشف اللعيبه بنفسه، مش لو سمع كلام المدربين المصريين واللي هو بيقوله له الكلام ده، فمش هيأدي الاداء اللي احنا جايبينه اصلا من بره علشانه. فهو لازم، في كويس انها جت في بطوله زي ديت علشان خاطر يكتشف ويشوف دنيته عامله ازاي، ومع الوديات الدنيا هتظبط معاه زياده عن كده كتير ان شاء الله. يعني بص اللعيبه كلها عملت اللي عليها، وبس هدرنا فرص كتير، والشناوي كان حظه وحش في ضربات الجزاء، بس الحمد لله هي دي ضربات حظ واللعيبه عملت اللي عليها الحمد لله. زي ما شاهدنا مع بعضنا دي آراء متباينة للجماهير المصرية بعد حصول المنتخب المصري اليوم على المركز الثالث وهزيمته أمام المنتخب القطري بركلات الترجيح. عملنا مباراة النهاردة
من وجهة نظري أفضل من مباريات كتيرة جدا فاتت النهاردة. لكن الفرص السهلة بتهدر بطريقة عجيبة بطريقة غريبة ومن مهاجمين كبار، عشان كده بنقول البطولة العربية هي يعني كانت استعداد وإعداد قوي جدا جدا لمنتخبنا القومي قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، لأن ده بيهمنا البطولة دي ومن بعدها أيضا المباراة الفاصلة اللي هتكون مع أحد المنتخبات الأفريقية مغرب جزائر تونس نيجيريا سنغال من أجل الوصول إلى كأس العالم قطر 2022. وكل الجماهير المصرية لسان حالها بيقول يا رب زي ما كنا موجودين في روسيا 2018 إن شاء الله نكون موجودين في قطر 2022. عندنا قوام منتخب محترم وإن شاء الله قادر على إسعاد الجماهير المصرية. نجم من نجومنا الكبار اللي مثلونا في كأس العالم 90 في إيطاليا، وأيضا واحد من أفضل من مثل مصر في خط الوسط، وأيضا بداية رحلة احتراف في البرتغال، النجم الكبير الكابتن مجدي عبد الغني. مساء الفل يا أبو الكباتن ومنور قطر كلها. حبيبي حبيبي يا هاب ربنا يخليك بجال سعادتك. انا كل ما اسال عليك عليك في الكاميرون ومن الكاميرون تطلع على قطر، ما هترسى امتى يا كابتن؟ خلاص كده الرحلات الحمد لله دايما في خير وفي سعاده يا كابتن ان شاء الله. خلينا نرجع لكاس العرب في قطر. اولا من الناحيه التنظيميه قطر قدمت نفسها بصوره اكثر من رائعه للعالم كله قبل انطلاق كاس العالم ان شاء الله 2022، صح يا كابتن ولا لا؟ دي حقيقة دي حقيقة في الحقيقة، يعني كانت تجربة مهمة جدا لقطر قبل كاس العالم 2022، واعتقد انها نجحت بدرجة امتياز، ويعني بينت حسن التنظيم في الحقيقة وإيفنت كبير قوي 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 زي كاس العالم. يعني الناس كلها تطمن ان شاء الله ان هيبقى في نجاح باذن الله في كاس العالم 2022 بعد تجربه كاس العرب اللي بهرت الناس كلها اللي حضرتها. مظبوط يا كابتن. طيب ارجع مع حضرتك بقى للجانب الفني الخاص والمتعلق بمنتخبنا القومي اللي حصل على المركز الرابع بعد هزيمته اليوم بركلات الترجيح امام المنتخب القطري الشقيق. حضرتك كنت موجود في الملعب، شايف هل كان في اختلاف في الاداء الفني لمنتخبنا في مباراه اليوم عن المباريات السابقه، وتقييمك لهذه المباراه من وجهه نظرك؟ لا هو ما فيش اختلاف، ما تقدرش تقول في اختلاف، ولكن الاداء يعني عناصر جديده موجوده جوه منتخب مصر. مظبوط. الراجل اعتمد على عناصر يعني مش من المعتاد ان احنا بنعتمد عليها. في ناس كتيره لاول مره بتشترك مع منتخب مصر في مباريات دوليه. مش عايزين نبكي على اللبن المسكوب بقى، عايزين يعني نبص المرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه اهم. هو طبعا يعني كان المنتخب بعد صعوده للادوار النهائيه ادى امل للجمهور انه ممكن يصل الى المباراه النهائيه. مظبوط. وخاصه انه يعني المنتخب العناصر الجديده بتحاول انها تثبت وجودها، لكن مباراه تونس كانت في الحقيقه يعني الهزيمه اللي حصلت هزيمه يعني نقدر نقول انها كانت غير متوقعه، وفي نفس الوقت في وقت قاتل زي ما بنقول. نعم في الوقت القاتل طبعا. الخبرات اللي موجوده في منتخب مصر يعني نقدر نقول قليله، فيا دوب. ودايما لما مصر ما بتبقى مرشحه للعب في النهائي وتيجي ما توصلش النهائي عمرها ما حصلت، يعني حاجات قليله قوي، يعني بيبقى في احباط وبيبقى في يعني ما بناخدش المركز الثالث ده خالص. دايما بناخد المركز الرابع، وهي تجربه في حد ذاتها ناجحه واعداد قوي. اللعيبه استفادت منها. المدرب اعتقد انه وقف على مستوى كل لعيب اشترك في هذه البطوله، قدر يعرف هيعتمد على مين وما يعتمدش على مين. هيضم عناصر شكلها ايه في المرحله اللي جايه،
كل ده فايدة للمنتخب لتصفيات كاس لنهائيات كاس الأمم. ويعني أنا بيتهيالي إن إحنا نقفل الصفحة ونبدأ بقى نشوف ماذا سيحدث في كاس الأمم. تمام. طبعا كيروش أنا شايف إن هو زيه زي اللعيبة، في لعيب بيبقى أوف داي بالنسبة له، بيبقى يوم مش كويس، بيبقى مش يعني بينزل مباراة عايز يأدي لكن ما بيقدرش. كيروش في مباراة تونس ما كانش في حالته، لا في التغييرات ولا في إدارة المباراة. ويعني عايز أقول إن ما نحكم يعني خلاص المباراة راحت بمحاسنها وبأخطائها، وننتظر من كروش المزيد في تصفيات كأس الأمم في نهائيات كأس الأمم. هي دي الأهم في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. طيب انت حضرتك عارف يا كابتن مجدي ان احنا يعني من خلال السوشيال ميديا الشعب المصري كله عاشق للرياضة وكل واحد بيبقى له رأي، وفي تباين في الآراء حول كارلوس كروش المدير الفني الكبير للمنتخب المصري ما بين مؤيد وما بين معارض. بعض الناس تقول لك زي ما حضرتك قلت ان هو الراجل استفاد واضاف عناصر جديده لمنتخبنا القومي هنقدر نستفاد منها خلال المباريات القادمه والبطولات القادمه، والبعض الاخر بيلوم على كروش تغييره لمراكز اللاعبين داخل الملعب زي محمد شريف، زي زيزو، زي مجدي قفشه وغيرهم من اللاعبين. تقييم حضرتك للتجربة كلها من الناحية الفنية بالنسبة لكروش، الإيجابيات والسلبيات. ما هي الإيجابيات زي ما أنت بتقول إن هو جرب اللعيبة الجداد. تمام. وفي نفس الوقت جرب لعيبة قدام في مراكز أخرى. أعتقد إنه شاف كويس قوي إن بتقدر تأدي أو ما تأديش في المراكز دي، زي تغيير مكان مجدي قفشة، زي تغيير مكان محمد شريف، زي اعتماده على مروان حمدي. يعني كل ديت المفروض انها يعني تجربة مر بيها كروش لازم يكون يستفاد منها، وإلا تبقى مشكلة كبيرة جدا لو هو ما قدرش انه يستفيد من اللي شافه ومن الأداء اللي أدته اللعيبة في خلال البطولة. وبرضو عايزين نقول ان مصر فضلت متواجدة للآخر، واحنا عارفين ان مصر راحة بلعيبة ما هماش اساسي في منتخب مصر وناقصين لعيبه كتير، والراجل حب انه يجرب ولازم يكون واقف على مستوى كل لعيب، وده الناحيه الفنيه اللي كروش استفاد منها. اما النتيجه فما كانتش يعني وضع طبيعي ان الناس حابه ان منتخب مصر يكسب وحابه ان منتخب مصر يصل الى النهائي، لكن في الحقيقه الفرق اللي يعني فرقه الجزائر ظهرت مستوى رائع جدا. فرقه تونس في النهائي برضو، المغرب ظهرت بالرغم من هزيمتها من سوريا قدرت انها تتغلب على هذه الهزيمه وتصل الى الدور النهائي. يعني عايز اقول فريق قطر برضو فريق متجانس وفريق جيد بيلعب مع بعض بقاله فتره واشترك في بطولات قويه جدا، مباريات وديه قويه جدا، واتعمل وتصفيات كاس عالم في امريكا بالظبط، واوروبا برضو اشترك في اوروبا ولعب مباريات وديه مع البرتغال يعني ادى مباريات كثيره جدا مهمه، وواضح ان في تجانس في اللعيبه حتى في حاله ما هم مضغوطين بتبقى شايف ان لهم استراتيجيه ومدربهم معلمهم حاجه. فيعني النواحي الفنيه كثيره جدا في البطوله، لكن احنا يعني هنبتدي نحكم حكم بقى حقيقي على كيروش في كاس الامم في بطوله الامم ان شاء الله باذن الله، بحيث ان يثبت لنا ان ما حدث هو مجرد عارض، وان المنتخب المصري يقدر ان هو يصل الى ابعد مدى ممكن في بطوله الكاميرون، وفي نفس الوقت يستفيد نقول انه استفاد من الاخطاء اللي حدثت سواء منه او من اللعيبه في البطوله العربيه. طيب. وايضا اعتماده يعني هو ادى فرصه كبيره جدا مثلا لمروان حمدي، وهل هيعتمد على مروان حمدي تاني ولا هيغير؟ هل مروان حمدي من وجهه نظر كابتن مجدي استثمر الفرصه دي وتمسك بيها، ولا من وجهه نظرك لا؟
لا ما تقدرش تقوله نتمسك بيها لانه يعني ما اداش الاداء اللي ممكن يعبر عن نفسه فيه، يعني ما قدرش يقنع الجماهير، واعتقد انه ما قدرش يقنع كروش. هو فضل مديله لحد ما يشوف اخره ايه. فهنشوف هل هو بقى يعني ما زال مقتنع بيه فهيحطه بصفه اساسيه في المباريات افريقيا. عندنا طبعا عندنا مصطفى محمد، عندنا احمد ياسر ريان، عندنا محمد شريف في الصندوق. انا وانت لاعب كبير اعتقد ان الامور هتبقى صعبه يا كابتن، وكوكا ايضا كمان يعني هتبقى صعبه طبعا انه يشترك تاني. ده يعني انا بتفق معاك تماما، و يعني بتمنى ان اللي يستفيد من اخطاء وقدامه كتير يقدر يشتغل على نفسه ويرجع تاني للمنتخب في حاله عدم وجوده خلال المرحله القادمه. طيب كابتن مجدي، طبعاً وانت واحد من اكبر اللاعبين الدوليين اللي مثلوا مصر، وزي ما دايما بنقول احيانا اللاعب المحلي ما بيصحش للي يكون في المنتخب، والبعض لما بتجيله فرصه بيتمسك بيها. عدد كبير جدا من اللاعبين منحهم كروش الفرصة خلال هذه البطولة، أيضا من وجهة نظرك وأنت لاعب كبير، من الأقدر بالاستمرار في منتخب مصر من هذه الأسماء، ومن عليه أن يعمل أكثر من أجل أن يعود مرة أخرى إلى المنتخب؟ لا هو من المفترض أن ما فيش حد حاجز مكان في منتخب مصر. مظبوط، يعني المفروض أن ما حدش حاجز مكان. هو المكان للمجتهد وللأفضل واللي بيظهر بمستوى رائع. اما بخصوص اللاعبين المحليين، احنا خدنا بطوله 2006 و2008 و2010 بالمحلي. يعني المحليين هم اللي كانوا شايلين منتخب مصر وعملوا امجاد لمنتخب مصر. انا اقصد من المحليين اللي انضموا من الدوري لهذه البطوله المره دي كاسماء جدد، مين اللي منهم يستمر في المنتخب؟ اختبرهم في هذه البطوله. هل هيعتمد عليهم المرحلة اللي جاية؟ هينقي منهم حد؟ العدد هيبقى قليل، يعني عدد اللعيبة من وجهة نظري اللي يعني ما عندوش مشكلة هو في خط الظهر، يعني ما عندوش مشكلة في اعتماده على يعني احمد رفعت مثلا يستمر يا كابتن في المنتخب الفترة اللي جاية؟ احمد رفعت يستمر، محمد عبد المنعم يستمر؟ لعيب كويس النهارده كان هايل، يعني من اللعيبة اللي لفتت نظري. واعتقد انه لو اشتغل على نفسه اكتر هيبقى فرصته كبيره، وخاصه ان سنه صغير. يعني محمد عبد المنعم ولا ياسين في المركز ده اللي ممكن يكون موجود مع حجازي مع الونش خلال الفتره اللي جايه؟ والله انا عجبني محمد عبد المنعم النهارده بشكل يعني كبير، واعتقد انه اقنع الكثير من الجماهير اللي اتفرجت على المباراه في الملعب. وكلنا كنا بنشيد بأدائه في الحقيقة. ولد عنده سرعة، عنده قوة، قطع كم كرة في منتهى الخطورة بمجهود فردي. عجبني جدا محمد. معروف عنك ولقبك البولدوزر، واحد من أفضل من مثل مصر في خط المنتصف في الملعب. لو أنا قلت الكابتن مجد عبد الغني دلوقتي حطنا خط النص في منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، سواء من اللاعبين اللي كانوا موجودين في قطر أو من اللاعبين اللي ما انضموش للبطولة في قطر، تختار مين يا كابتن يكون خط النص في منتخب مصر خلال هذه البطولة؟ والله طبعا السولية في الحقيقة، يعني بالرغم من الخطأ اللي ارتكبه في مباراة تونس، إلا أنه برضو السولية عنصر مهم جدا جدا في منتخب مصر. تمام، وفي النادي الأهلي. أدي واحد. ما ننساش برضو ان السولية لاعب مباريات كثيرة جدا مع النادي الاهلي، ومع يعني عنده خبرة كبيرة من الاجهاد الى حد ما، يعني فنلتمس له العذر. اعتقد انه في البطولة الافريقية ممكن يظهر بشكل مختلف. تمام، وافضل من البطولة العربية. ادي واحد. تقدر تقول يعني حمدي برضو ممكن يبقى متواجد بشكل كويس. انا اعتقد ان يعني يضم طارق حامد ويبقى طارق حامد موجود، لان في بعض الاحيان في احتياج لطارق حامد للالتحام القوي في مع اللاعب الافريقي. مظبوط، في الكاميرون في فتره من الفترات. يعني طارق حامد لو بنعيب على طارق حامد انه الحته الهجوميه ما عندوش حته هجوميه، لكن لو
في حاله ما مصر مثلا كسبانه هدف او محتاجه انها تتعادل او طريق تقفل تقفل زي ما بنقول عاوزين ندافع ونقفل صح. وعنده خبره وعنده خبره وراجل لعب كاس عالم ولعب تصفيات امم افريقيه قبل كده ويعني يعني راجل عنده خبره اعتقد انه ممكن يبقى متواجد في المرحله اللي جايه. لكن هي القصه في استراتيجيه المنتخب يعني المنتخب لازم يدرس الفرق كويس قوي عشان يعرف يلعب قدامها ازاي، يلعب جيم مفتوح ويهاجم ولا يلعب جيم بحذر. تمام. يعني النهارده شفنا انه كرويش اول مره يبقى حذر يعني بيدافع بيفقد الكوره بينزل اللعيبه بتنزل نص الملعب عشان تقفل المسافات. هل ده مهم جدا لانه كان اتفرج على فرقه قطر وكان وعرف فريق تونس يعني شاف الفرق وقدر ان هو النهارده يعمل استراتيجيه يبني خطته على كده. تمام. طيب كنا مفتقدينها في مباراه تونس في الحقيقه انما احنا ما كانش عندنا استراتيجيه حته. طيب. الضغط محتاجين ان احنا برضو انه يظبطها لان الضغط بيحدث فردي. لعيب واحد بيخش لوحده يضغط او الاثنين لعيبه يخشوا يضغطوا بيتضربوا بتنتهي حته الضغط فدي برضو مهمه جدا انه يشتغل عليها الفتره. طيب اخترت لي السوليه وحمدي فتحي وطارق حامد النني اساسي طبعا. تمام. انا يعني طارق بقول انه بعض يعني حسب الاحتياج حسب سير المباراه والاحتياج ليه. تمام بالظبط. سؤال اخير ايضا كابتن مجدي، محمد شريف النهارده بغرابه شديده اهدر فرصه محققه، هل محمد شريف نتيجه ان طول البطوله بيلعب في مركز الجناح والنهارده اعتمد عليه في الصندوق الراجل بقى مشتت، انا فين؟ انا هلعب في الصندوق ولا هلعب جناح؟ ففي فقدان ثقه بالنفس لمحمد شريف، تتفق معايا يا كابتن ولا لا؟ هو طبعا محمد شريف يعني مهزوز الى حد ما ثقه، ما هو لاعب كره القدم بيساوي ثقه. اذا ما ثقه في نفسه والمدرب بيديله ثقه وعارف ان هو لعيب كويس وعارف ان هو بيخلص وعارف هو طبعا فقد الحته دي لما كيروش قعده اكثر من مباراه احتياطي لمروان حمدي. دي برضو فرقت مع محمد شريف الى حد ما لكن اعتقد انه ممكن يخرج منها. لازم هو كلاعب لازم يستفيد من التجربه دي ويستفيد من الخبرات دي ويقدر ان هو يجبر ويفرض نفسه على التشكيله. انا بقول ان اللعيب هو اللي في ايده المفتاح اللي يجبر المدرب انه يلعبه. مظبوط. اللعيب لازم ينتزع المكان، مفيش حاجه اسمها المكان يجي له هديه كده ومع كروش اعتقد الرساله وصلت لكل اللاعبين، مفيش واحد حاجز مكانه داخل المنتخب، من يجتهد هيكون موجود معانا، ده بكل تاكيد. راجع امتى بالسلامه يا كابتن مجدي ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. راجع امتى بالسلامه؟ بكره ان شاء الله باذن طيب. الله بكره. ليه بقى برضو طلب كالعاده دائما وانا عارف يعني الدور اللي بتقوم بيه. طبعا حضرتك عرفت بوفاه عادل خطيب حارس مرمى طنطا طبعا متاثرا باصابته طبعا بالمرض اللي عينه، من قبله ابنه بثلاث شهور شاب في رعاية الشباب توفى والاخر بنفس المرض، وطبعا اسرته محتاجه. هو كان عضو في الجمعيه، انت عضو مش عضو ما بيفرقش معاك وانت عارف الجمعيه مفتوحه للجميع، فاتمنى من حضرتك تتبنى الحاله دي معانا ان شاء الله بعد وصولك ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا نجم مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي عبد الغني من العاصمه القطريه الدوحه. شكرا كابتن مجدي. من الدوحة إلى القاهرة والكابتن أحمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق واحد من أفضل من تولى هذه المهمة ومعه كانت الإنجازات العديدة بقيادة المعلم حسن شحاتة. كابتن أحمد منور الدنيا والحمد لله على السلام. الله يسلمك يا كابتن نائب وحشنا وبالتوفيق وحضرتك أكتر يا فندم. ربنا يعزم عليك يا فندم. ربنا يعزك يا رب. أشكرك يا كابتن أحمد. يعني حضرتك النهارده ليه بقى يعني احنا على كل مصر مش درجة أولى يعني هاني بقى يعني ادعي له داخل على مرحله جديده ورحله اللي كلنا دخلناها قبل كده فلازم كلنا وراه ومعاه يا رب يا رب يا كابتن ان شاء الله. طيب كابتن عاوز ابدا مع حضرتك عن اداء منتخبنا اجمالا في هذه البطوله. زي ما قلت مع كابتن مجدي هناك ايجابيات وهناك سلبيات تتكلمنا عنها برضو وعاوز اخد حراس المرمى
وانت واحد من افضل من تولى تدريب حراسة المرمى في منتخب مصر؟ هو طبعا البطوله دايما البطولات الجماعيه بنبتدي اضعف وبنخدم اقوى. حتى لو تلاحظ احنا ايام افريقيا 2006 ما كناش في البطوله بقوه واختمناها بقوه بقوه في النهايه. ليه؟ لان التجانس بيزيد اكثر مع اللعيبه في البطوله المجمعه. اللعيبه بتعرف لعيبه المنتخب كلها من كل الانديه ومن المحترفين. في المنتخب دايما كل ما اللعيبه بتلعب مع بعض المستوى الفني بيرتفع. الغريبه في البطوله ان بالنسبه لفريق منتخب مصر البطوله بقويه اول ما ابتدت وقلل المستوى في اخر ماتشين اللي هو تونس وماتش قطر فدي ظاهره. سبب الظاهره طبعا لازم تفهم ان في عناصر جديده وبيحصل تبديل في الفريق. يعني كابتن احمد معلش نتحرك بس شويه عشان الصوت مش واضح او بعد اذنك معلش انا اسف. هل 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 ضعف المستوى في نهايه البطوله من زي ما ابتدى هل عشان خلاص التغييرات اللي لعيبه كتير؟ يعني النهارده احنا لو بصينا هنلاقي اكتر من 20 لعيب لعب الماتشات كلها. عدم ثبات التشكيل يعني يا كابتن؟ الامم الافريقيه الثلاثه احنا خدنا ثلاث بطولات في ست سنين دول ب 22 لعيب. وكان الهويه المنتخب او عناصر المنتخب كلها كانت معروفه زي وائل جمعه الحضري احمد حسن حسني عبد ربه شوقي ابو تريكا حتى التغيير كان نادي جده ينزل معروف التغييره بتنزل امتى. هل بقى الراجل استغل البطوله عشان تعرف نرجع على ماتشين رجع على ماتشين ليبيا وبعد كده الماتشين التانيين بس هو طول شويه معانا بالفتره فالمفروض يكون هوية منتخب مصر معروفة. يعني كوبر الراجل اللي رحنا معاه كاس عالم كان معروف تغييراته ومعروف محمد صلاح ومعروف الفرقة طريقة لاعبين ايه وبنعتمد على ايه مظبوط. هو دايما لازم اشتغل على قد امكانياتي. انا ما اعرفش فكره ايه هل هو كان لسه برضه بيجرب وطبعا امید جميل لكل العناصر في الدوري المصري ان هي عندها امل ضمان منتخب مصر. منتخب مصر نادي منتخب بطولات خصوصا في المنطقه العربيه احنا رواد في كره القدم العربيه. كنا لازم نلعب على المراكز الاساسيه او نوصل اقل حاجه للنهائي فلازم يكون التخطيط لهذا الموضوع. الماتشين الاخرانيين علامه استفهام بالنسبه لنا لكن في عناصر زادت اكثر في اضافات للمنتخب اكثر. داخلين على بطوله مهمه جدا بطوله افريقيه المباراه الفاصله في كاس العالم. فاتمنى ان يكون الجهاز الفني يعني هيستفيد من هذه. طيب كابتن احمد زي ما حضرتك قلت كثره التغييرات في مراكز اللاعبين وفي عدد اللاعبين وعدم ثبات التشكيل شفناه داخل المستطيل باستثناء حراسه المرمى. شايف من وجهه نظر حضرتك ان كان لازم يدي الفرصه لصبحي للحراس المتواجدين مع منتخبنا ولا لابد من الاعتماد على الشناوي؟ طالما ان انا بدي ثقه للاعبين خلال هذه البطوله وبجرب ليه ما جربتش حارس مرمى بديل على الرغم من ان الشناوي كان بيشتكي في بعض الاحيان من تعرضه للإصابة وعنده مباراة أيضا مهمة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي؟ أنا مش عايز أناقض نفسي يعني لأن طبعا الهوية الأساسية بتاعت المنتخب موجودة. حتى العمود الفقري في الفريق اللي هو حارس المرمى المستكين الديفندر راس الحرب الخط العمودي في الفريق ده بيبقى مسبب بنسبة كبيرة جدا. أنا الأساسي أنا راجع مع البطولة بجهز حارس البطولة. ما ينفعش في بطوله عربيه كبيره واسم مصر الكبير اقعد اجرب فيها حراس او اعمل تبديل في هذا المركز المهم. العناصر الاساسيه زي حراس المرمى زي المساكين زي الفترات حراس الحرب ده لازم تكون عنصر اساسي عصب الفريق. تمام. انا بلعب على طول انا مش جاي اجرب هنا انا جاي اجرب اسم مصر في وسط قطر والسعوديه والامارات وتونس والجزائر. النهارده الموضوع ده يعني ادى جزء معنوي كبير جدا لجزائر بطولة افريقيا، ادى جزء معنوي كبير جدا لجزائر مباراة فاصلة اللي هيكلهم ايا كان الفرقة اللي هيلاعبها. يعني الامور بتركب بعضيها. تمام. حراسة المرمى ده شيء ممكن في ثلاث اربع خلاص انا بديت ثلاث اربع ممكن تبدي حاجة ثانية لكن برضه كان عايز يطمن ان هو عايز اخد تمرير في الاخر يعني. الثقة. طيب كابتن احمد كابتن عصام الحضري واحد من اللي تألق في حراسة المرمى تحت قيادتك وفي بطولات كأس الأمم الإفريقية المختلفة والآن عصام الحضري هو مدرب لحراس مرمى المنتخب. هل تقدر تقيم تجربة كابتن عصام خلال الفترة الوجيزة وإيه النصائح اللي حضرتك ممكن تقدمها لعصام الحضري حتى يصبح مدربا كبيرا كما كان لاعبا كبيرا؟ هو طبعا عصام يعني هو طبعا الماتش اللي فات اللي هو بتاع ماتش ومصر وتونس كان قاعد جنب في المنصوره. ف
حكايات قعده لذيذه يعني. قعدت اتكلمت معاه ويعني اديت بعض النصح وده برضه بيستمع وبيتكلم كويس. عصام في ميزه ما كانش عندي. عصام يبقى مدرب كويس وهو كان حارس مرمى مميز جدا كبير، ودي نادرا ان هي تكون في مدرب. زي مثال الكابتن حسن شحاته كان نجم قروي كبير وفي نفس الوقت مدرب كبير الكابتن الظهر الله يرحمه. فنادرا الحدث، فالحدث ده ان شاء الله هيبقى موجود في عصام. عصام لعب لفترات كبيره جدا ولعب كاس عالم ولعب امم افريقيا واحسن حارس افريقيا سنوات طويله. وفي نفس الوقت خد خبرات كتير مع كابتن فكري صالح معايا كابتن حسن مختار الله يرحمه. فكل ده هيصنعه مدرب حراس مرمى مميز. وانا شايف ان مفيش تاثير في حراسه المرمى في البطوله ولا قبل البطوله في ماتشات الاردن وماتشات التصفيات امم افريقيا، لان الشناوي برضه من احسن الحراس حاليا في الدوري المصري، وصعب يبقى ضعف في لتطور التدريب بتاعه مع الشناوي ومع مدرب النادي الاهلي. والشناوي ما فيش تاثير في اي شيء في البطوله. فان شاء الله عصام الحضري يبقى استاذ. حته برضه ان هو لسه حماسي عايز ياخد بطوله من بدري كل الكلام ده، ده لسه عاوز ينزل يلعب، ده لسه عاوز ينزل يلعب. كلنا كده انا اكيد اكيد. انا مش طيب. كابتن حسام حسن وهو لعب دلوقتي بيلعب نفس الحماس ده شيء وارد يعني. طيب كابتن احمد عاوز اسالك، وانت موجود في جهاز الكابتن حسن شحاته، اشرح لي كابتن حسن التعاون اللي كان ما بين الهيد كوتش وما بين المساعدين اللي معاه، وسواء كان مدرب عام او مدرب مساعد، مدرب حراس المرمى، كنت بتقعدوا مع بعض وكنت بتاخدوا اراء بعض، بتتشاوروا في التشكيل، ولا كان كابتن حسن بينفرد بالقرار؟ لا كابتن حسن نجوميته ادت صوته، ادت باور للجهاز الفني. كابتن حسن كان للعب وفي التدريب ما كانش عنده يعني دي ان هو كابتن شاور ياخد بوزيشن او وضع او كابتن حماده مظبوط او حماده صدقي او احمد سليمان او كابتن شاور. حتى كان علاج طبيعي، كان حتى حسين الله يرحمه كان بيديله غلط ما عندوش بقى يعني سوري يعني اقعد لا ما حدش بقى الان احنا كان الراجل بيجينا كان في ميزه في الكاس اللي كان بيقوله كابتن حسن في التلفزيون مثلا في برنامج ما فيش حد هتلاقي احمد صدق بيقول هتلاقي احمد سليمان بيقوله يعني معنى كده ان الراجل كنا استسلمنا مفتوحه بس بقى سؤال على بعضينا يعني. حاسس يا كابتن ان في يعني يعني مسافة ما بين كارلوس كروش وما بين الجهاز المساعد اللي بيضم أسماء محترمة زي الكابتن ضياء السيد النجم الكبير، كابتن شوقي معاه مدير طبعا منتخب كابتن وائل جمعة، شايف في مسافة ولا احنا حاسينها فقط وهو احساس كاذب وليس صادق من خلال شاشات التلفزيون؟ طبعا الشاشات التلفزيون مش المقياس للتقييم مع بعض وعلى بعض، لكن في مرحله اشاهد ان الراجل معاهم كويس جدا والراجل بيديهم مطعم في البطوله والالتزام ده مضر، مش كده ان حد بيقوم تاني وبيواجه ده شيء وارد في كورس ايام الكابتن حسن شحاته كان هو بيقعد على شغل بيقعد ساعات انا كان بيديني حاجه وهو في لحظه يقوم واحنا نرجع يعني موجود مش هو ده المقياس الاساسي يعني تمام. لكن المقياس الاخر هم مصلحه واحده ان دول تيم كورك مع بعض هم عايزين يطلعوا البطوله مع بعض ولو قدر الله حصل يمكن مع بعض يعني طيب. ده لازم هو ده المبدا موجود في الجهاز وبنفس الكلام بتكلم عن الكابتن حسن مش حسن انا حزين جدا جدا ان عايز استمتع بالكره اللي كنا بنعملها كرة جميلة اللي كنا عاملينها في 2006 او في 2008 الجيل بص يا كابتن احمد وحضرتك سيد العارفين الجيل اللي كان موجود معاكم في 2006 و2008 وما قبلها ده جيل اعتقد افضل جيل وصل في الكرة المصرية على مدار التاريخ، كان جيل متكامل تكتيكيا وفنيا ومهاريا، لا 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 الجيل ده عمره ما هيتعوض، احنا بنحاول يعني لو صلاح موجود مع الجيل ده وموجود مثلا تريزيجيه والمجموعه كنا كاس عالم على طول نكون موجودين فيه. لا حدش ياخد يعني الكوره بتاعت زمان دي مش نفسها بتاعت يعني بتاعت ما شفتش ماتشات جديده عندنا عمره ما كاس عالم ونوصل للمعقوبه اللي هي كاس امم افريقيا لكن ما حسيتش حتى كوبر كان بيتهاجم وما راحش كاس العالم كوبر في كاس العالم بيتهاجم ما كانش بعديها واخد بال حضرتك احنا عشان يعني عشان ما وصلناش افريقيا بعد ثلاث بطولات قال لك استبعده واخد بال حضرتك لكن نفسي اتفرج على الحلاوه بتاع زمان ما تعرفش الكره المصريه والشعب المصري ذواق لكره القدم تمام. لو اخترت لي كابتن احمد ثلاث حراس يكونوا موجودين في قائمه مصر اللي هتشارك في كاس الامم الافريقيه بالترتيب لا
في وقتها طبعا الهلال لان ممكن طبعا الشناوي لا خلاف تختار مين مع الشناوي يكون موجود؟ ما هو الشناوي ساعتها جاهز مثلا الشناوي اصاب بدروب لما في فتره الزمالك مثلا شويه جنش عواد شويه ابو جابر وقت الاختيار بيبقى ليه عام جدا لكن في الوقت الدوليه مع ثبات المستوى الفني بيبقى ليها دور في اختيار منتخب امبارح وصل المرمى في حراس المرمى في البطولات الكبيره. لو لاحظت على مدار افريقيا كان معايا اصحاب خبرته عبد الواحد السعيد محمد عبد المنصف محمد صبحي. ما اتخرجش عن الثلاث بطولات على مدار يمشي ده يجي بس الخبرات الدوليه وثبات المستوى كان شيء اساسي جدا. تمام. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الاسبق محللا لاداء المنتخب المصري في البطوله العربيه. طيب في الدوحة أيضا صديقي العزيز والناقد الرياضي أستاذ محمد الجزار المتألق دائما ودوما يأتينا بالأخبار الجديدة. مساء الفل أستاذ محمد ومنور الدنيا. مساء النور تحياتي ليك يا دكتور ولكل المشاهدين الكرام. أنا وراك وراك من الشرقية للدوحة موجودين مع بعضنا مش حسيبك. وأنا تحت أمركم وفي أي وقت ما أقدرش أتأخر طبعا يعني. أشكرك. خليني أسألك الأول بعد هذا التنظيم الرائع اللي العالم كله أجمع عليه وكلنا منتظرين بطولة كأس عالم ستكون بمشيئة الله هي الأروع على أرض عربية بعدما قدمت هذه البطولة العربية قطر في أبهى صورة لها. شايف رد الفعل الدولي لتنظيم قطر لهذه البطولة واستعدادها لكأس العالم شايفه إزاي؟ يمكن الحقيقة النهاردة أعتقد إن لا يوجد أدل من نجاح على نجاح هذه البطولة أكثر من تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اللي قال ان الفيفا هيتبنى ان البطوله تستمر ويتبنى انتظام بطوله كاس العرب في السنين اللي جايه لانها البطوله الحقيقه نجحت نجاح كبير جدا وعملت حاله جميله ما بين الاشقاء العرب فالحقيقه كانت البطوله بطوله مميزه من كل الاتجاهات من الناحيه التنظيميه ومن الناحيه الفنيه وايضا من الناحيه الجماهيريه الكل سعيد النهارده بالختام الجميل والصوره المميزه حتى اللي شهدتها المباراه النهائيه ما بين تونس والجزائر بنبارك طبعا اكيد للاشقاء في الجزائر فوزهم باللقب لاول مره في تاريخ الجزائر هارد لك طبعا لتونس والحمد لله على كل حال بالنسبه لمنتخب مصر الحمد لله. طيب انت كنت موجود في الملعب طبعا بيبقى فيه بعض الكواليس الخاصه ان احنا ما بنشوفهاش بعينينا ممكن الكاميرات بتيجي عليها مره وتبعد لكن بتظل الصوره امام الناقد وامام الصحفي هي مصدر اهتمامه. النهارده كانت في يعني مش عاوز اقول مشاده ما بين طبعا الشناوي وشريف وبعد كده هذا العتاب تحول الى مصالحه. ايه اللي حصل في هذا الموضوع؟ طبعا زي ما حضرتك عارف اكيد وقت المباريات وفريق خسران بيبقى وارد جدا حدوث اي مشاده حدوث اي عتاب ما بين اللعيبه يمكن محمد شريف النهارده كان ممكن يخلص المباراه بدري وجاله انفراد يعني محمد هداف كبير وعنصر من العناصر اللي بنعول عليها انها تكون من الاوراق الرابحه لمنتخب مصر لكن الحقيقه كان غير موفق ربما عدم مشاركته بصفه اساسيه مع المنتخب لكن عموما زي ما حضرتك قلت يعني على طول الصلح خير ما بين الاشقاء اللعيبه الحقيقه كمان كلهم كانوا عايزين يفرحوا الجمهور كانوا عايزين يقدموا صوره كويسه عن الكره المصريه وينهوا البطوله ويفنشوها بشكل كويس لكن للاسف ما حلفهمش التوفيق في النهايه طبعا اللعيبه دلوقتي سواء الشناوي او محمد شريف عندهم مهمه ثانيه مش باسم النادي الاهلي بس ولكن باسم المنتخب باسم مصر كلها لازم يجتهدوا لازم يقدموا كل اللي عندهم ان شاء الله على اساس ان باذن الله الاهلي يفوز ببطوله السوبر ويفرح الملايين من جماهيره وعشاقه في كل مكان. طيب هل حد من فريق النادي الاهلي شاهد المباراه النهارده من المدرجات ولا كله كان موجود في معسكر النادي الاهلي؟ لا والله كله كان موجود في المعسكر كان المفروض منتظرين ان المنتخب عدد من البعثه الاداريه تكون موجود لكن ما حضرش حد المباراه النهائيه واكتفوا بمتابعه المباراه من الفندق مقر الاقامه لان طبعا كان رحله السفر امبارح ثلاث ساعات الكل كان عايز يرتاح الكل عايز ياخد نفسه عشان طبعا الوقت خلاص ضيق احنا باقي كده خلاص ثلاث ايام بس على المباراه مباراه الرجاء فان شاء الله باذن الله الفريق يكون جاهز ويقدروا يعملوا الحقيقه صوره مشرفه للنادي الاهلي وتوجوا باللقب الثامن بالنسبه لكاس السوبر والبطوله الثانيه
على التوالي بعد النسخه الماضيه اللي فاز بيها الاهلي على نهضه بركان المغرب ان شاء الله. طيب استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه وانتم متواجدين وخلاص خلصتوا مهمتكم مع منتخبنا القومي ودائما انتم اصحاب مهمات وطنيه، وانا عارف حبكم لبلدكم وعشقكم لاي وفد بيكون موجود عندكم في قطر بتكونوا معاه قلبا وقالبا. اوصف لي استعدادات او ما شاهدته من استعدادات النادي الاهلي النهارده، ايه اللي حصل؟ هل تم الاتصال بالبعثه من خلال الصحفيين اللي موجودين هناك؟ ايه الحاله بتاعت النادي الاهلي في قطر حتى الان؟ اكيد يا دكتور اتفق معاك تماما، وجودنا هنا ده ووجود البعثات المصريه سواء النادي الاهلي الزمالك المنتخب ده واجب وطني ان احنا دايما نحرص على نقل الصوره عنهم بافضل شكل ممكن، نهتم باخبارهم لانهم طبعا سفراء للكره المصريه والرياضه المصريه وللدوله المصريه كمان. نعم. بالنسبه للنادي الاهلي اللي الفريق النهارده خاض تدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره المسائيه يمكن بعد نهايه المران شهدت انضمام اللعيبه الدوليين اللي كانوا مع موجودين مع المنتخب المصري بعد ما اخذوا قسط من الراحه عقب نهايه المباراه الثالث والرابع. واللعيبه هم محمد الشناوي وايمن اشرف واكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه ومحمد شريف. يمكن ايمن اشرف بيعمل برنامج تاهيلي عشان يكون جاهز للمباراه ان شاء الله باذن الله يكون في وقت ويلحق في اللقاء. اللعيبه الحقيقه الحاله المعنويه مرتفعه، الكل بدا يدخل في اجواء الدوحه ومستر موسيماني بدا يركز في التدريبات على حتى الضربات الثابته في التقسيمه، يعني الخطه الهجوميه اللي هيلعب بيها والتكتيك اللي ممكن هيواجه بيه فريق الرجاء. فريق الرجاء من المفترض انه يكون وصل للدوحه خلال الساعات الماضيه، كانوا غادروا المغرب بسلامه الله، نتمنى لهم طبعا الوصول بالسلامه. بالنسبه للصفوف، الصفوف مكتمله والكل بيشارك في التدريب ما عدا طبعا اللي قلنا اللي عليهم السبعه الدوليين اللي انضموا بعد نهايه المران المسائي. بدر بنون خد راحه النهارده من مران الفريق بعد انضمامه مساء الامس عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب المغربي في بطوله كاس العرب، ويمكن كان خد بدر بنون قعد او كمل مع الفرقه في الدوحه استمر عشان يلتحق ببعثة النادي الاهلي. اما محمود متولي فذهب الى احد المراكز الطبيه اسباير النهارده مستشفى مستشفى الطب الرياضي لجراحه العظام اسباير. واحمد عبد القادر على الجنب الاخر طمنا لما راح محمود متولي التشخيص ايه مستشفى. الاصابه حجمها ايه؟ يعني اوصف لي ايه اللي حصل مع محمود متولي لما راح النهارده اسباير؟ لا هو محمود متولي راح برفقه الدكتور محمد وفائي اخصائي العلاج والتاهيل في النادي الاهلي. كان الحقيقه هو بيشعر بالام في العضله الاماميه، ودي غير الاصابه القديمه، يعني كان الالام دي تعرض ليها في مباراه الاهلي وطلاع الجيش الوديه اللي كانت استعداد لمباراه الرجاء المغربي. يمكن محمود الجهاز الطبي عايز يطمئن لان في بروفيسور مشهور جدا في المستشفى ده من فرنسا دايما تشخيصه بيبقى كويس جدا بالنسبه للاصابات العضليه والاصابات العظام. فمحمود هيعمل اشعه وفحص كامل على العضلات عشان يتم التعرف ايه سبب الالام المتكرره الاصابات المتكرره بالنسبه له. فان شاء الله باذن الله يطمئنوا عليه يعني. ومحمود يمكن هو سيء الحظ شويه في موضوع الاصابات، الاصابات بتيجي له مش في نفس المكان لكن الاصابات متكرره. فنتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل والعوده سريعا يا رب لكل المصابين لانه لعيب مكسب كبير اكيد. طب ايمن اشرف طمنا برضو بعد اصابته مع المنتخب وصلنا لغايه فين؟ ايمن بيبذل مجهود كبير من ساعه الاصابه اللي تعرض فيها مع المنتخب وبدا التدريب بالكوره واضافه الى التدريب في صاله الجيمانيزيوم بشكل مستمر. ان شاء الله باذن الله يعني نتامل خير ان ايمن يلحق بالمباراه او على الاقل يكون موجود خلال الفتره القادمه. لكن بشكل عام هو اللاعب مجتهد جدا في التدريبات، بيحاول انه يكون جاهز ويدعم الفرقه في مباراه كاس السوبر. ايمن طبعا زي ما انت عارف مكسب كبير، ووجوده في الـ في الـ في الـ في, الـ في ارض الملعب بيعمل اضافه في الناحيه الهجوميه وايضا الناحيه الدفاعيه. طيب عندي بعض الاخبار، قل لي صحة هذه الأخبار من عدمها، إما أن تأكلها وإما أن تنفيها. سمعت أن نادي العربي القطري هيدخل في مفاوضات جادة مع نادي الزمالك خلال ساعات عشان يضم سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب التونسي ولاعب نادي الزمالك بعد تألقه الملحوظ مع منتخب بلادي في كأس العرب. عندك أخبار؟
والله هو النادي العربي القطري عنده الصفوف المحترفين كامله، وكانوا جابوا اللاعب الجابوني ارون، وده لعيب مميز جدا وقدم مردود كويس في البطوله، في بطوله الدوري القطري من منذ التحاقه بالنادي العربي. الحقيقه ما عنديش خبر مؤكد يعني هل الكلام ده صحيح او لا، لكن طبعا لان احنا داخلين على فتره انتقالات شتويه، فربما اي فريق عايز يدعم صفوفه. سيف هداف البطوله العربيه، لفت الانظار لعيب هداف، لكن اعتقد ان النادي العربي ما بيفكرش في الاستغناء عن ارون او استبداله بلاعب اخر في الوقت الحالي. طب ما ممكن يكون واحد من اللاعبين، ولا هو ليه لاعب واحد فقط؟ كم لاعب اجنبي يكون موجود في الفريق؟ لا هو انا بتكلم بخصوص ان هو ده المهاجم يعني اللي هم ممكن عشان يفكروا، ما انت هتجيب طيب مهاجم وانت عندك مهاجم اصلا ومحترف. تمام، امامك طبعا الوقت ان شاء الله ان انت تتواصل وتجمع لنا معلومات عن هذا الموضوع، وبكره ان شاء الله باذن الله كعادتك دايما بتنورنا، تدينا اخبار بعثه النادي الاهلي قبل مباراته مع الرجاء في كاس السوبر، وتصحح لي برضو هذه المعلومه او تؤكدها في مداخلتنا في الغد ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز الناقد الرياضي في الدوحه زميل محمد الجزار. طيب يلا مع بعض نشوف أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في كأس العرب مع كارلس كروش، ثم نواصل حديثنا في حلقتنا النهاردة من الماتش. اهلا بحضراتكم مره اخرى، متواصلين مع حضراتكم وتقييم هذه البطوله اللي من وجهه نظري افضل استعداد لمنتخبنا القومي قبل نهائيات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون بمشيئه الله. مع بعض النهارده بعد المباراه كارلوس كروش، على فكره مدير فني عنده شخصيه، مدير فني عنده شخصيه رغم الانتقادات الكتيره جدا اللي وجهت له من خلال الجماهير المصرية، ما بين مؤيد وما بين معارض، ما بين ناس تقول لك احنا عايزين ايه، احنا في مرحلة عاوزين نبني منتخب، عاوزين يكون عندنا صف تاني وصف تالت زي ما الجزائر عندها وزي ما المغرب عندها وزي ما تونس عندها. مصر بتعداد سكانها بعدد لاعبيها الكبار جدا لازم يبقى عندنا اكثر من بديل في اكثر من مركز عشان نقدر ان احنا نشارك وعشان نحصل على البطولات المختلفة. وعليه الناس تقول لك الراجل عمل اللي عليه، قدم اسماء جديدة لمنتخبنا القومي، محمد عبد المنعم، احمد ياسين، مروان داوود، مهند لاشين، مصطفى فتحي، طبعا احمد رفعت اللي مكسب كبير جدا لمنتخبنا القومي، حسين فيصل، اسامه فيصل، عمر كمال، اسماء كثيره مش عاوز انسى حد. فده يحسب للراجل، ايوه بعضهم اثبت كفاءه وجداره الانضمام لمنتخبنا القومي خلال المراحل القادمه، والبعض الاخر ما بنقولش ان هو فشل، لا بنقول ان هو لسه محتاج صقل شويه، محتاج ان هو يشتغل على نفسه اكتر، محتاج ان هو يتمرن اكتر، محتاج ان هو لما الفرصه تجيله يمسكها ويستغلها وبالتالي يكون موجود كقوام رئيسي في منتخبنا القومي. عندنا هينضم لعبتنا المحترفين سواء محمد صلاح، النني، موجود مرموش، موجود احمد ياسر ريان، موجود كوكا، عندنا اسماء كتيره جدا لسه هتنضم لمنتخبنا الى جانب لاعبي نادي بيراميدز، عندنا عبد الله السعيد، عندنا رمضان صبحي، عندنا اكثر من ابراهيم عادل، في لعيبه كتيره موجوده ومصر ولاده. الامر الثاني وانا بقوله لحضراتكم مره ثانيه، انتظروا الدوري المصري لما هيرجع هيكون اكثر شراسه. ليه؟ لان باب المنتخب بقى مفتوح للجميع، مفيش واحد زي ما قال كابتن مجدي عبد الغني ده من مركزه داخل أو مكانه في منتخبنا القومي، وبالتالي هتلاقي كل لاعب في كل نادي عايز يقدم نفسه لمنتخب مصر، هتلاقي في غزل المحلة فتح الله وغيره، هتلاقي في الاتحاد السكندري، هتلاقي في كل الأندية المشاركة في المصري البورسعيدي، في كل الأندية في سموحة، كله عاوز يقدم نفسه، في سيراميكا كليوباترا، في البنك الأهلي، شادي حسين، في السيراميكا، كله عاوز يقدم نفسه لمنتخبنا القومي خلال الفترة القادمة طالما إن الباب مفتوح والراجل جريء، الراجل اللي موجود قدامنا جريء، جريء لأنه قال لك لا أنا مش هعتمد على اللعيبة اللي موجودة زي ما كان بيحصل، لا غير بدل
زود في القماشه، خلي عندك لاعب واثنين وثلاثه واربعه في كل مركز، ده فورمته عاليه يكون موجود الثاني، يكون احتياطي التانيين، هيبقى له مرحله ثانيه، فده اللي مطلوب من الراجل. لكن السلبيات يقول لك مفيش ثبات في التشكيل، هو الراجل بيغير وبيجرب، يقول لك اللعيب ما بيلعبش في مركزه، قفشه مش في مركزه، محمد شريف فقد الثقه لانه جناح ومحمد في الصندوق لاعب خطير. انا ممكن كنت اكسب محمد في مركز الجناح وعند مصطفى فتحي يكون موجود، عند احمد ياسر يكون موجود، عند كوكا يكون موجود، تمام، عندي بدائل، فانا لازم اجرب اشوف لو انا لعبت بمحمد شريف في مركز الجناح ها يبقى انا بفضل حد تاني يجي، اشوف قبل ما يجي عبد الله سعيد او قبل ما يجي رمضان صبحي او قبل ما يجي مرموش اشوف اللي موجود واشوف زيزو واشوف غيره. فيا جماعه واحمد رفعت ده مرحله تجريبيه، عشان كده بقول الامور لابد ان تدار بشيء من العقل، بشيء من الحكمه. وزي ما اتكلمت وقلت البعض قاعد يقول لك الجهاز الفني والراجل مش سائل فيهم وقراراته من نفسه، كابتن ضياء السيد مهمش، كابتن شوقي مهمش، مستحيل اللي بنشوفه امام الشاشات تمام لا يدل عما يحدث داخل الغرف المغلقه. صدقوني اكيد الراجل بيقعد، كابتن ضيا خبرته كبيره جدا، قوام المنتخب اللي موجود كان موجود مع الكابتن ضيا في منتخب الشباب، كابتن محمد شوقي اسم كبير، عصام الحضري اسم كبير، فاكيد الراجل بيطلع واكيد الراجل بيتكلم واكيد الراجل بياخد الراي. لكن في كوتش بحب يبقى هو، احنا بنشوف كلوب مع ليفربول بيبقى هو اللي موجود على الخط على طول، ما بشوفش المساعد يقوم، ما بشوفش المدرب العام بيقوم، لا الكوتش هو اللي موجود وهو اللي بيلقي بتعليماته الى لاعبيه، فكل واحد له شخصيته اللي بتختلف عن التاني. احنا عندنا في مصر عندنا شيوخ عرب شويه، تلاقي المدرب المساعد يقوم وقبليه المدرب العام يقوم، المدير الفني يقوم، تلاقي مش عارف، عندنا الامور ما بتدارش باحترافيه، فارجوكم نهدى، احنا مقبلين على بطوله كبيره جدا، بطوله كاس الامم الافريقيه، ان احنا متوجين بهذه البطوله كاكبر فريق يحصل عليها في القاره الافريقيه، احنا ملوك القاره في هذه البطوله، عندنا مباراه فاصله هتكون مهمه او مباراتين هيكونوا في غايه الاهميه مع احد المنتخبات الكبرى في القاره الافريقيه، وده هيكون مصدر سعادتنا وصولنا ان شاء الله الى كاس العالم، فنصبر شويه أرجوكم حنانيكم بالجهاز الفني رفقا بالجهاز الفني، رجعوا شكرا جزيلا كل اللاعبين أدوا اللي عليهم، ننتظر منكم المزيد إن شاء الله في كأس الأمم الإفريقية. عشان كده كوريش النهاردة وجه بعض من الرسائل إلى لاعبي، قال لهم الشكر لكل لاعبي أو لكل لاعبي المنتخب على إخلاصهم والتزامهم طوال فترة بطولة كأس العرب اللي انتهت اليوم. قال كمان أو دعا لاعبو المنتخب إلى التركيز مع أنديتهم خلال ال 15 يوم المقبلة اللي هيرجع فيهم الدوري قبل بداية كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وقال كمان إن المنتخب الوطني، خدوا بقى الكلمتين دولت حطوا تحتهم مليون خط زي ما احنا شايفين، يظل بلا أبواب أمام كل اللاعبين. الباب مفتوح يا باشا، مفيش باب، أنا آسف، ده شال الباب على حائط كده مبني في باب، مفيش باب، مسافه كده بتدخل منه، كل اللي هيثبت جدارته معانا دي اهلا وسهلا لمنتخب مصر، احنا عاوزين الكفاءات. قال كمان كل هيدخل ويخرج بدون ثبات في المنتخب في المواقف وحسب حاله كل لاعب والحاجه اليه. قال كمان فور العوده لما رجعوا الى مقر الاقامه في الدوحه، لقد أحرقتم فريقا اليوم تم إعداده في أوروبا وأمريكا، وأرجو أن تحافظوا على أنفسكم في حياتكم الاحترافية. الراجل ده بيتعامل بفكر احترافي، المنتخب القطري ده منتخب بيجهز من 10-11 سنة انتظارا لكأس العالم قطر 2022، في أوروبا بعتوا لاعبين في القسم الثاني وفي القسم الثالث، في تصفيات كأس العالم شاركوا في أمريكا، في أوروبا، لا الفريق بيتم إعداده جيد جدا جدا، عشان كده بتلاقي الفريق حافظ بعضه، حافظ ماشيين كده كده على تراك واحد، مش حد بيطلع كده وكده، حتى الجهاز الفني امتى بيشحذ الهمم، امتى اهدي رتم المباراه، امتى ابقى عنيف في المباراه، حافظين عشان بيستعدوا وعشان تمثيل بلادهم تمثيل مشرف في كاس العالم اللي بلادهم هتستضيفه، واللي بنقول لهم كل سنه ايضا وكل اهلنا واخواتنا في قطر طيبين بمناسبه العيد القومي. كمان قال مستر كروش النهارده للاعبيه الثقه بالنفس مهمه، مهمه قوي، وده الكوتش اللي فاهم التعامل النفسي مع اللاعبين.
ما نقولش ان النهارده محمد شريف لما انفرد بالجون وهو الهداف الكبير اللي بينتزع الاهات من الجماهير الاهلاويه في الدوري المصري نقول فشل في احرازه هدف. ياما من اللاعبين الكبار في العالم انفرادات صريحه واقل من كده، ده ممكن القائم يكون قدامه فاضي مفيش حارس مرمى وتلاقيه طلعها بغرابه شديده. احنا شفنا النهارده فرصه المعز مع المنتخب القطري في حلق الجون وطلعت. انا رايي ان هي اسهل من شريف لان انت فاضي. فكم من اللاعبين الكبار بيضيعوا مثل هذه الفرص. ما نقولش بقى نشتغل، انا اسف اللفظ، على السوشيال ميديا تطلع الجماهير الزملكاويه ده شريف مش عارف عمل ايه والسوليه عمل ايه، وتطلع جماهير الاهلي ده مصطفى فتحي عمل ايه. يا جماعه لابد ان نكون تحت رايه واحده هي علم مصر. اهلي، زمالك، محله، اتحاد، اسماعيلي، مصري، سيراميكا، كلنا بننسى. انسى لون التيشيرت الخاص بفريقك، ودلوقتي احنا بنشجع مصر. احنا ورا منتخبنا، ورا مفيش حاجه اسمها اهلي، زمالك، سموحه، امبي، مش عارف ايه، مفيش. ده اسمه منتخب مصر. خلوا الثقه موجوده عند لاعبينا. زي ما احنا كلنا بنقول احمد رفعت ادى بطوله ومسك فيها، لازم شريف ثروه نحافظ عليها. زيزو ثروه نحافظ عليه، مصطفى فتحي ولد من امهر اللي انجبتهم الكره المصريه وهيبقى له مستقبل كبير جدا ولسه ولد صغير، نحافظ على مصطفى فتحي، ما نقعدش هنا نقطعه وهنا نقطعه وفي الاخر نخلي منتخبنا يظهر بصوره مش كويسه. دي الرسالة، وحسن انفعل النهاردة الراجل لما اتكلم في هذا الموضوع. لكن هو كان له عتاب طبعا على التحكيم، وبصراحة برضو انا مش عارف الحكم المفترض ان هو بيقدم نفسه للعالم. انت رمز للعدالة، بتنسى انتماءاتك، بتنسى انت بتلعب منتخب مين، انت موجود في ضيافة مين، لازم تنسى. وبعدين الامور بقت سهلة قوي 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 عن الوقت اللي فات. بقى عندنا فار دلوقتي، تقدر حضرتك لو انت اخطات في ركله الجزاء زي ما حصل في مباراتنا السابقه ترجع فيها، ولو انت خدت قرار خطا اثر على الفرقه الثانيه بترجع في قرارك، وسهل جدا ان ترجع فيه. عندك فار بيساعد، عندك مساعدين. يبقى العدل داخل مستطيل الاخضر. كنا دايما بنلوم على حكامنا في القاره الافريقيه ونقول التحكيم في القاره، لا ده الامور باين اللي هي في الدنيا كلها. لكن اتمنى ان هو ما يكونش بتعمد، يكون خطا. الحكم بشر يخطئ ويصيب وبياخد قراره في جزء من الثانيه. فزي ما بنقول العداله المطلقه المجرده البعيده كل البعد عن الاهواء. طيب ناخد يعني بعض الامور. طبعا الجزائر مليون مبروك لمحاربي الصحراء، منتخب قوي جدا قدم بطولة أكثر من رائعة. شكرا أيضا للمنتخب التونسي اللي عمل مباراة عمره النهاردة. تونس النهاردة أفضل مباراة قدمتها في البطولة هي مباراتها أمام منتخب الجزائري، والمنتخب الجزائري توج باللقب وأيضا بالعديد من الألقاب. لكن تعالوا طبعا انفنتينو بيقترح اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا. ما هو ده لازم، 450 مليون واحد في العالم بيتكلموا اللغة العربية. إزاي اللغة العربية؟ أنت عندك يعني قارة معظمها في آسيا وفي إفريقيا بتكلموا اللغة العربية، فلازم تعتمد اللغة العربية. وده طبعا خبر مفرح إن احنا بنحتفل باليوم العالمي للغة العربية، لغة الضاد، لغة القرآن الكريم. سلبية مسح بعثة الأهلي في الدوحة، ده شيء مطمئن جدا. وخدنا طبعا بدر بنون انضم للمعسكر وما كانش سافر بعد خروج المنتخب المغربي وظل في الدوحة. أحمد عبد القادر خاض النهارده تدريبات منفردة بالكورة، وكمان متولي زي ما قال الجزار كان موجود في سباير بيطمن على الإصابة الخاصة بيه، وإن شاء الله يرجعوا كلهم سالمين غانمين ومعاهم الكاس اللي هيفرح مش بس جماهير النادي الأهلي، هيفرح كل الجماهير المصرية، لأن الأهلي بيلعب في العاصمة القطرية أمام الرجاء المغربي. ودي صور طبعا من تدريب النهاردة موجودة قدامنا لمصطفى شوبير، وكان قبله كهربا وكل لاعبي النادي الأهلي، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، لأن الأهلي دائما بيبقى مصدر للبسمة، مصدر للسعادة لجماهير الكرة في مصر على وجه العموم، ولجماهير النادي الأهلي على وجه الخصوص، وبالتوفيق إن شاء الله. طيب
نيجي لأخبار أيضا نادي الزمالك. طارق حامد انتظم في المران الجماعي، تمام، كان يعني عنده بعض الأمور البسيطة خالص، ولكن مستر كارترون عمل له برنامج عشان زيادة معدل اللياقة البدنية. طارق حامد لاعب كبير، طارق حامد واحد من أساس منتصف الملعب في مصر وليس فقط في نادي الزمالك، عشان كده بقول أنا رسالتي لنجم كبير زي طارق حامد، ما تزعلش إذ لم تشارك في بطولة زي بطولة كأس العرب، حضرتك شاركت في بطولات كتيرة جدا وستشارك في مناسبات قادمة كثيرة جدا مع منتخب مصر تحت راية مصر وانت لاعب كبير. إذا كان مستر كروش شايف بعض الأمور عند طارق، طارق قادر على أن هو يعني يعالج هذه الأمور ويعود سريعا إلى مكانه الطبيعي في منتخب مصر إن شاء الله. عبد الشافي مش هيلعب مباراة المقاولين اللي جاية لأن برضو لسه الإصابة عنده، وكان بيواصل التدريبات مع فريق نادي الزمالك من خلال طبعا البرنامج اللي حطه مستر كارترون. تواجد مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد في تدريبات الزمالك. مدحت عبد الهادي أصبح مدربا عاما، وموجود أمير عزمي مجاهد مدرب مساعد. وقلت لكم قبل كده وربما أكون صادق في كلامي وستثبت الأيام ما أقوله لكم وأكرره مرة ثانية، كارترون يبدو أنه لن يكمل مشواره مع نادي الزمالك. كارترون وأنا قلتها لكم قبل كده في طريقه إما إلى السعودية وإما إلى الإمارات، والسعودية أقرب. كارترون يعتمد أنه لن يقوم بدفع الشرط الجزائي لأن في بند في تعاقده مع نادي الزمالك بيقول حصوله نادي الزمالك على موافقة كارترون في حالة ضم أي فرد إلى الجهاز الفني، والراجل وافقش. دي معلوماتي من داخل نادي الزمالك، أتمنى عدم صحتها وأتمنى الاستقرار لقلعة كبيرة في كرة القدم في مصر وفي الوطن العربي وفي الشرق الأوسط هي قلعة نادي الزمالك. ده اللي أنا أتمناه، يا رب يعني خيب ظنوني وخيب أخباري ولا كارترون مكمل مع نادي الزمالك، لكن ده الخبر اللي عندي، هنشتغل عليه وهنشوف صحته من عدمه، لكن دايما لما بنقول خبر بنبقى عارفين مصدره ايه، ثقتنا في المصادر بتاعتنا ايه، وبتتحقق بعد فتره وجيزه. البنك الاهلي رفض رحيل اللاعب محمد فتحي لاعب خط الوسط الى النادي الاسماعيلي، قالوا احنا في احتياج اليه، وبالفعل يعني خالد جلال مع البنك الاهلي سيادة اللواء أسامة نصار طبعا رئيس مجلس الإدارة أشرف بيه نصار بيقدموا موسم أكثر من رائع، وخالد جلال مدرب كبير جدا لما خد الفرصة الحقيقية فاز بالكاس مع الزمالك قبل كده، ويقدم موسم أكثر من رائع مع النادي البنك الأهلي، عنده طبعا مباراة مهمة مع غزل المحلة في عودة الدوري الممتاز إن شاء الله. محمد صادق أيضا هيغيب على الإسماعيلي أمام سموحة، وعاملين اختبار لمحمد عادل، وطبعا يحيى الكومي رئيس النادي طالب الجماهير ب يعني الهدوء بعض الشيء لانه في مرحله اصلاح لما يتم داخل نادي الاسماعيلي. عندنا لجنه فنيه موجود فيها نجوم كبار، كابتن حماده المصري، كابتن محمود حسين، ومحمود حسن، ومعانا كابتن اشرف خضر، دي اللجنه الفنيه، وعندنا لجنه التعاقدات احمد الشيخ واحمد محمود احمد سمير فرج وسمير نصر، دي لجنه التعاقدات بجانب اللجنه الفنيه حماده المصري محمود حسن واشرف خضر، مع حفظ الالقاب للجميع. انا من دراويش الكره في الاسماعيليه، عاشق لكرة القدم في الإسماعيلية لما كانت درويش، لما كانت سمسمية، أتمنى إن الإسماعيلي يعود، لأن الإسماعيلي لما بيرجع بكرته الجميلة بينتزع من الجماهير الأهات والأهازيج والأغاني، ده السمسمية، ده العشق، ده الدرويش. أتمنى إن قلعة كبيرة زي نادي الإسماعيلي إن شاء الله تعود إلى مكانتها الطبيعية، لأن الإسماعيلي كبير ويظل دائما بين الكبار. هطلع فاصل، وبعد الفاصل تحليل لكأس العرب في قطر وما هو المطلوب من منتخبنا القومي خلال الفترة الوجيزة القادمة، رحلة 15 يوم قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، مع نجمنا ومحللنا الكبير الكابتن علاء نبيل.
من الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية الاثنين بالنسبة لنا واحد. احنا عندنا لجنة ذوي الهمم، واللجنة بيقوم بيها مجموعة من أعضاء مجلس إدارة وناس من المسؤولين عن اللجنة اللي بيتمنوه وبيكون في إمكانيات النادي وما بنتأخرش عنهم فيها، سواء كانت في مسابقات، سواء كانت في رعاية اجتماعية، سواء كانت في رحلات، لأن احنا بنقول ان هم دول ولادنا اللي نحمد ربنا على نعمة الصحة، ان دول ولادنا لازم نخلي بالنا معاهم وبنقدم لهم بقدر المستطاع الخدمة اللي هي تليق بيهم. واليوم دوت تحت إشراف الباشمهندس تيسير مطر رئيس النادي بيحتفل باليوم العالمي للإعاقة وبيكرم أولاده الدوليين في جميع الألعاب والمحليين، فدي حاجة تحتسب لنادي المصري القاهري وأعضاء مجلس الإدارة. احنا بنشكرهم فعلا ان هم مهتمين بأولادنا من ذوي الهمم، لان انا اعتبر واحد من ذوي الهمم، فانا فعلا بشكر كل أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم الباشمهندس تيسير مطر. النادي المصري القاهري هو من اكبر الأندية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، انا عندي حوالي 400 لعيب ذوي الهمم. احنا خدنا اول سوبر ولسه داخلين واخدين تاني على مستوى عام الجمهورية السباحة، وكنا في مؤتمر مع الرئيس في قدرون باختلاف والقدرون باختلاف وتوجهات الدولة كلها، واحنا من اكبر الاندية اللي موجودة اللي بتمثل ذو الهمم في الدولة. طبعا القيادة السياسية على فكرة من زمان، احنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شفنا حاجات والإعاقة شافت حاجات يعني ما كانتش في اي فترة تانية، ويكفي ان هو عمل قانون الإعاقة في سنة 2018، ومنذ هذا الثمن ما انقطعتش اي احتفالات او اي تكريمات او اي تقديرات لذوي الاعاقه. فطبعا احنا سعداء وبنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل اللي بيعمله، وان شاء الله هيشوف كده ازاي ان هم جزء مهم من المجتمع المصري يشرفوه في كل مكان. بيتقدم لنا كواليتي حلوه في التدريب، بيدينا تقنيه ان احنا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه، بيديك الموافقات بتبقى سريعه على الحاجه اللي احنا بنبقى عايزينها. يعني عايزين نلعب البطوله دي يقول لك روح العب، عايزين نقدم في البطوله دي قدم ولعب، فما فيش اعتراض. واخد بطوله الجمهوريه في الالعاب القوى جري مركز ثاني ومركز اول، واخد بطوله عالم في التنس 2019 في الامارات، واخد بطوله افريقيا في لعبه الهوكي 2020، وحاليا دلوقتي بلعب في نادي مصر القاهري العاب قوى. مرحب بحضراتكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، وحلقتنا النهاردة في الماتش بعد انتهاء بطولة كأس العرب، هذه البطولة الكبيرة الرائعة التي نظمتها القطر في العاصمة القطرية الدوحة، وشهد العالم بحسن التنظيم. الجزائر تحصد هذه البطولة، والمنتخب التونسي يحل ثانيا بعد هزيمته من الجزائر اليوم، أما المنتخب المصري فاكتفى بالمركز الرابع بعد هزيمته أيضا بركلات الترجيح أمام المنتخب القطري الشقيق. دعوني أرحب بالنجم الكبير، نجم منتخب مصر ونادي المقولون العرب، وواحد من أفضل من لامس كرة القدم في مصر، وكلنا فاكرين لوس أنجلوس والأولمبيات ويعني هدفه الشهير. أنا عجوز شوية فيعني اتفرجت على كابتن علاء والجيل الجميل اللي كان في المقاولين العرب. كابتن علاء نبيل سعيد جدا بوجودي أنا معاك النهاردة. الله يخليك يا دكتور، ده من ذوقك والله. الله يخليك كابتن علاء. فاكر الجندة ولا؟ طبعا فاكره. عمره ما يتنسي. لا لا كنت في شعر ساعتها. وكنت لسه كنت جود جميل قوي، سواء كان في المنتخب او في المقاولين العرب، عملت تاريخ. كنا بنلعب للكوره ولجماهيرنا والنادينا لا لا القصه تختلف تماما يعني. كنا في حته تانية خالص. الاحتراف اثر كتير جدا عن الانتماء. طبعا الاحتراف واتطبق غلط الفكره طبعا كان لابد منها يعني، لكن هو اتطبق غلط وماشيين في الغلط. ليه يا كابتن؟ انا هتجرني لحته تانية خالص غير اللي هنتكلم فيه. ايه السلبيات اللي موجوده في عمليه الاحتراف في مصر النهارده؟ الاحتراف عباره عن انت بتعمل عقد مع اللاعب بالمبلغ اللي هو طبعا في السنوات الاخيره مبالغ فيه. مبالغ فيه ده بجنون يعني. وما بتطبقش ما هو على اللاعب يعني. انت بتدي اللاعب حقه لكن انت بتاخدش حقك من اللاعب. اللاعب ما بيعيش الحياه المحترف الصح. انت بتاخد منه وقت التدريب والسلام عليكم بقى يروح في اي حته ده الكافيه بالليل يسهر، الكافيه بقى يروح لشغلانه تانية لاي حاجه تانية.
لكن الاحتراف زي اوروبا اللي هو يجي النادي الصبحيه 8 الصبح يبقى في النادي، في تمرين، ما فيش تمرين في النادي، بياخد محاضرات بيقعد في النادي، بيجي بالليل يا دوبك يخش بيته وينام عشان تاني يوم الصبح يروح، وما فيش غير يوم واحد راحه في الاسبوع بعد الماتش بيوم او بعد كل واحد بسياسته وبرنامج التدريبي بتاعه. فده النهارده ما دخلنا في حته مش هنعرف لان خلاص يعني مشينا. طيب ارجع لموضوع السقف المغالى فيه في التعاقدات، هل ممكن في يوم من الايام يبقى في تحديد للسقف اللاعب الدولي سقفه كذا؟ لا، ولا هي سوق مفتوحه والانديه مش هتلتزم بكده؟ ممكن التزم فيما هو موجود لكن من تحت الترابيزه زي ما بنقول الطرديه اللي هي بتودينا في داهيه. مفيش حاجه، اولا مفيش حاجه بترخص، يعني مفيش حاجه في الدنيا بتبقى وتوصل لمبلغ معين بعدين تنزل. خلاص انت دخلت في الخط ده والانديه اقلمت نفسها على كده والوكلاء اللعيبه اقلموا على نفسهم على كده والمدربين، قصه كبيره بدون الدخول في التفاصيل فيها، لكن حته اللي انت تحدد سعر والحاجات دي كلها ما مش هتقدر عليها. لكن انديه كتيره جدا وكبيره انضرت من الموضوع، النادي الاسماعيلي ما فيش امكانيات، وبالتالي شفنا الاسماعيلي عامل ازاي، ومن قبله انديه شعبيه كبيره جدا بدات مش قادره تجاري السوق. ويا ريت البضاعه حلوه. معلش مع احترامي، فين ايامكو صحيح والله بجد، يا ريت البضاعه حلوه. يعني انا مثلا احط مثلا 10 قروش مثلا في بضاعه حلوه، يعني مثلا الشكل حلو والمنظور حلو ادفع فيها، لكن بدفع غصب عني في حاجه مش هستفيد فيها. هو زي ما بنقول كل زمن طبعا اوانه وادانه زي ما بنقول دايما. طيب ارجع مع حضرتك لبطولة كأس العرب في قطر واللي مصر حصلت فيها على المركز الرابع، اجمالا قبل ما اتكلم عن المنتخب المصري، شايف البطولة من وجهة نظرك مشت ازاي؟ تنظيمها كان عامل ازاي؟ النجاحات اللي حصلت من قطر في تقديم نفسها للعالم قبل استضافتها كأس العرب؟ لا بطولة رائعة بصراحة، كنتش متخيلها كده. النهارده حتى في الماتشين بتوع مصر وقطر وماتش الجزائر وتونس قعدت ركزت قوي في حته التصوير والاعاده لا حاجه بروفيشنال قوي، حاجه جميله جدا، مناظر الاستادات، وسائل التنقل اللي هي تبقى بين الاستاد والاستاد، لا حاجه مفخره بصراحه. يعني بطوله في حد ذاتها ما كنا مفتقدينها من زمان بالاثاره دي، يعني كان زمان وبرضه خلي بالك برضه في بعض الدول برضه استهترت بالبطوله العربيه، السعوديه لما السعوديه السودان الناس دي كلها ما راحوش يعني، لكن اعتقد بعد البطوله اللي حصلت دي هتبقى بطوله رسميه، سيبك من الاتحاد الدولي ما تفرقش معانا، بطوله رسميه للعرب. انا سمعت ان هي هتقام كل 4 سنوات من خلال في قطر بالاتفاق مع الاتحاد الدولي، هيبقى نجاح كبير جدا طبعا، ده كويس طبعا كويس جدا. طبعا. طيب ده من ناحيه التنظيميه، من الناحيه الفنيه على وجه الاجمال، لا شفنا فرقه كويسه، شفنا لعيبه كويسه، شفنا شفنا اداء مدربين عالي جدا، شفنا لعيبه فعلا بتحب بلدها ونفسهم يعملوا حاجه، بيموتوا نفسهم من اول دقيقه لاخر دقيقه، اثاره في المباريات. انا اعتقد ان المباراه كلها ناجحة باستثناء السقطة التحكيمية اللي حصلت في مباراة قطر والجزائر، كل المباراة وقت المحتسب بصراحة الحكم كان مودينا الفيلم، سقطة تحكيمية غريبة الشكل. لكن البطولة كلها يعني أنا حتى مستغرب لما كروش يطلع يقول للحكم، أنا مش شايف حاجة خالص من اللي هو بيقوله بصراحة. يعني الحكام كلهم كانوا نموذج للتحكيم، الفار ما بياخدش 15 ثانيه 20 ثانيه بيبقى راجع واخد القرار. هو الفار هناك غير الفار عندنا، الفار في ايه؟ مش فاهم. انا مش فاهم، يا ريت نتعلم بصراحه. يعني انا اعتقد يعني الفار عندنا بقى مواصفات جيده جدا، لكن ازاي استخدمه؟ التقنيه الفنيه في استخدامه مش أكتر. انا في الفار في مصر بيحسسني ان الحكام اللي موجودين في الملعب حاجه، واللي جوه حاجه ثانيه، واللي بيديروا اللي بره يعني اللي بيديروا اللي هم قاعدين في الفار، وانت خد مين احسب كذا، لا تعالى فوق شوف كذا. اللقطه بتيجي يعني في لقطه معينه لازم اللي انا اجيبها، ما اقعدش بقى اجيب من هنا لا هي واللي هي مشكوك فيها يعني. بس لكن هي اعتقد ان مستوى التحكيم رائع، حاجه جميله ما عدا السقطه التحكيميه اللي قلت لك عليها دي. بعيدا عن 4 منتخبات اللي وصلوا للناهيات، مين ابرز منتخبين لفت وجهه نظرك بخلاف تونس الجزائر مصر قطر؟ المغرب والاردن. المغرب كان منتخب قوي جدا، والاردن والاردن
برضه لعب عملوا جيم هائل، عملوا ماتشات كويسه قوي قوي حتى قدامنا، عملوا جيم هايل يعني. لو كان عندهم توفيق الشوط الاولاني كان خدوا المباراه، والمغرب فرقه كويسه قوي. فاعتقد دول المنتخبين اللي يعني لو كان عملوا سته كان هم يخشوا معانا سته، كانوا دخلوا. طيب ارجع بقى لمنتخبنا القومي والاراء المتباينه حول كارلوس كروش خلال البطوله، ما بين مؤيد لما صنعوا من الاستعانه ببعض الاسماء الجديده اللي بعضها قدم نفسه بصوره طيبه للمنتخب، والبعض الاخر مازال محتاج لشغل اكتر عشان يكون جدير بالانضمام للمنتخب، وما بين معارض يقول لك كل شويه ما فيش ثبات في التغيير في مراكز اللاعبين. رؤيتك الفنيه قصه، ما قصه، قصه كبيره جدا حضرتك لخصتها في جمله ان هي ايه الاسماء اللي خدها جديده، واي واحد يجي يمسك منتخب مصر وارد اللي هو يعمل كده. لكن انا النهارده بختار على اي اساس وبلعب على اي اساس وبغير مكان على اي اساس؟ تمام. هو اول ما جه يا دكتور حسيت اللي هو بيروح ويشوف كويس تمام. لكن حته منتخب مصر ده، لا ده منتخب مصر، هيبه المنتخب، هيبه اللاعب اللي هو يروح المنتخب ده بيبقى يعني واحد عزيز عزيز. تمام مظبوط. فانت النهارده اي حد يعني، اقول لحضرتك مثال صغير، تقريبا امام عاشور جاله كورونا وراح بعد جايب كناريا من سموحه عمل لقطه، وبعد المعسكر ب 48 ساعه ما شفناش كناريا. طب انت جبته على اي اساس ومشيته على اي اساس؟ الاختيارات دخلك في حته الاسماء. وما حدش يزعل مني برضو، الاعلام ساعد في ان الموضوع ده يزيد. يعني اقول لحضرتك مثلا صغير مثلا، يعني حسين فيصل كان بدايته مباراه السودان عمل مباراه كويسه كويسه، بعد كده لا، اللي مش هقول حاجه جاي بعد، مش بعد كده الماتشات ده، بعد الماتش بيانات طلعت من نادي الزمالك، وبيانات طلعت من سموحه، وبيانات والاسره كلها على التلفزيونات وابننا وحصل وعمل وبتاع. يا جماعه لا، النجم ده حاجه كبيره، النجم ده اللي صناعه النجم تستغرق وقت طويل. طبعا محمد صلاح ما بقاش نجم غير بعد معاناه والتزام كامل. خلي بالك ده عذاب في الحياه الاحترافيه. عذاب. اكل معين، نوم بساعه. انا اتذكر كويس قوي لما والده كان بيتكلم معايا بيقول لي انا ووالدته رحنا قعدنا معاه اسبوع ما خرجش معانا ولا مره. بيجي من يدوبك بس والدته بتعمل له اكل عشان هو بيحب ياكل، والدته بالليل وينام ويصحى الصبح على 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 الاحترافيه. حياه صعبه. فانت النهارده عمال اسماء اسماء، واحنا عمالين نعلى واللعيب الفلاني واللعيب الفلاني واللعيب الفلاني، بس برضه معذورين لان برضه ايه الجمهور عايز، الاعلام عايز ماده يتكلم فيها، عايز ماده يتكلم فيها. غير كده برضه ايه الفتره اللي فاتت الناس مش مقتنعه بمنتخب مصر، بالرغم لما نيجي نتكلم بعد كده يا دكتور احنا النهارده بنقول هو كابتن حسام مشي ليه؟ وانا كنت من اول الناس اللي قلت لا كفايه كابتن حسام خلاص، ما فيش قبول. قال لك ما فيش شكل، ما فيش قبول المنتخب. لا قال لك ما فيش اداء، ودي حقيقه ما كانش في اداء، بس كان في نتائج ايجابيه. انا في الفتره الاخيره، وانا كنت ده متوقعه، اللي احنا كنا اي جهاز جديد بقى يا دكتور بيجي بتاخد من اللعيب اقصى حاجه عنده. نعم، كل واحد عاوز يقدم نفسه للجهاز. برافو عليك، عايز يثبت نفسه والحاجات دي كلها. خلصت الفتره دي بدا الايه الموضوع يهدى. تمام. احنا قلنا الاول ايه الاداء اتحسن، وانا هنا في نفس المكان هنا قلت ايه الاداء اتحسن سنه بسيطه. تمام. لكن النهارده لا اداء ولا نتائج. معلش يعني مع احترامي، احنا كسبنا لبنان بضرب الجزاء، السودان مع احترامي فرقه ما جابتش جون وما جابتش بونت واحد، تعادلت مع الجزائر، الاردن ستر ربنا الشوط الاولاني طلع 1-1، اتغلبت من تونس، اتغلبت من قطر، ما عندناش شكل ثابت. لا مع طوال المباراه شوط اول دايما بنلاقي نفسنا متراجعين فيه بغرابه شديده، على ما نبتدي ها نفوق شويه في الشوط الثاني. انت النهارده ما هو انت النهارده يعني معلش يعني هو النهارده الناس بتقول ايه المباراه، من وجهه نظري المباراه النهارده ليست من اخراج كروش، مش اخراجه
مراكز اللاعبين ونزول شريف في مركزه. ده اخراج خارجي، ده اخراج خارجي، اعمل كذا، لان الراي العام كله بيقول 1 2 3 4. شفنا لقطه النهارده للكابتن ضياء السيد لاول مره، هو موجود تمام على خط. وشفت تعبير وشه كروش لما ضياء لف وراح على الدكه وهو وشه عمل ازاي؟ ملحوظه تمام. فانت المباراه النهارده كلها باحداثها ليست من اخراج كروش، بدليل هو كان بيعند في التغيير، ما غيرش غير في الدقيقه 85. طب انت يعني انت بتعند ليه؟ انت بتعند ليه؟ وبعدين في الاخر راح منزل مروان حمدي اللي هو ملعبه البطوله كلها راس حربه، راح ملعبه في الجنب الشمال. انا استغربت في مباراه تونس احمد رفعت فين؟ احمد رفعت ولا اقول لك النهارده بقى رفعت هو فضله هو رفعت يعني واخد الوينج بتاعه بسم الله ما شاء الله امدادات كبيره جدا للمؤلف. لا هو هو لا هو غريب، لا هو يعني لو استمر على كده بدون اي حساب صعب. لان هو النهارده واضح جدا قالوا له تعالى بقى، ده الراي العام كله بيتكلم في واحد في تغيير المراكز مش عارف في ايه في ايه في ايه. هل شخصيته يعني من الشخصيات اللي هي ممكن تستمع للرأي، ممكن يحصل تعديل مع الجهاز المساعد معاه ولا صعب؟ لا لا، وخلي بال حضرتك برضو يعني انا برضو هعيدها تاني. اخر مباراة لعبها كانت تقريبا مع الجابون اللي هي في ملعبنا بعد ما تأهلنا بين في انجولا هناك، عمل تصريح برضو هقوله تاني. قال حان الوقت للتغيير داخل الملعب وخارج الملعب. خارج الملعب يقصد مين؟ جهاز. تمام، واضح جدا طربوس. واضح جدا ان مفيش مفيش. طب اقول لحضرتك على لقطه، على الرغم ان الجهاز تقيل، اقول لحضرتك لقطه تنضيه لوحده، اسم شوقي، اسم عصام، في حاجه في الجهاز وانا يعني انا بقولها وانا متاكد تمام. طب النهارده في ضربات الجزاء الترجيحيه في ملاحظه مهمه جدا، مدرب حراس المرمى لفرقه قطر واقف معاه من اول ما الحكم صفر نهايه الشوط لغايه لما سلمه لاول ضربه جزاء تمام، شناوي ما حدش راح له خالص. هل ممكن عصام اعتمد على خبره شناوي برضو عنده الخبره المتراكمه؟ احنا انا اشتغلت منتخبات وعارف يعني ايه دور المدرب في التوقيت الفلاني. لا ده دور بقى اللي هو يهديه ويقول للفرقه الثانيه، هو هم قعدوش شافوا الفرقه الثانيه بتشوط ضربات جزاء زي ما جالوا ضربات جزاء. ما حدش قال ضربات الجزاء دي بتشاط كذا كذا كذا، شد من ازره والحاجات دي كلها في حاجات. واشمعنى النهارده اول مره ده يقوم ويتكلم معاه والتاني عامل له كده؟ واضح جدا ان في حاجه تمام. اذا ما كناش هنقعد مع بعض ونصارح بعض لصالح الكره المصريه صح، انا مع حضرتك تماما تماما. المصلحه فوق كل اعتبار زي ما بنقول بغض النظر عن اي اسماء، يعني هو مش متقبل الجهاز المعاون اللي معاه يا سيدي، عايز مين تمام. لا دول هيبقوا معاك تمام. الصوره النهارده كابتن ضياء هو بيوجه لنا، ما هي دي الصوره الوحيده. بصوا ازاي. لا شوف بقى زي لما لف طيب ورجع. هل في بعض المديرين الفنيين هو اللي بيحب يوجه لعبته وما بيسمحش للجهاز؟ الجهاز دورك في ان انا اشوف التشكيل معاك، اشوف المراكز معاك، لكن انا الهيد كوتش اللي بوجه لعبتي فيه زي كلوب ما بيعمل بره. ممكن يكون من ضمن الشخصيات دي، هي مدارس مختلفة. ايوه، ما ده اللي انا عاوز اوصل له. مدارس مختلفة، خلينا نفترض حسن النية ونقول مدارس مختلفة. مدارس مختلفة، هو هو الشكل الواضح طبعا اللي هو بيعتمد على الاجنبي اللي معاه. جايب واحد معاه هو بيقولوا محمد شوقي عشان اللغة ترجمة والحاجات دي كلها والترجمة، لكن برضو الناس هنا برضو بتفهم. وانت معاك مدرب كبير زي كابتن ضياء، استشيره شوف رأيه ايه، شوف بيقول لك ايه، نصايح ايه، الحاجات دي كلها، ايه المشكله. كابتن جوهر حافظ اللعب، كابتن جوهر العظيم، كابتن فتحي مبروك كان على طول كنا بنقعد مع بعض حضرتك نعمل ايه نسوي ايه، وكان يطلع يقول علاء قال لي كذا وعمل كذا وعمل كذا. هو ده الراجل واثق من نفسه، سواء كنت مع مصر او مع الاردن، يعني كنت دايما على طول. ايوه لكن واضح جدا التصريح اللي قاله، واضح ان في حاجه في الجهاز، في حاجه في الجهاز، وانا متاكد من هذا. حد بقى يطلع يقول الجهاز على علاقه كويسه، وده يطلع على مش عارف صحفته ايه، واحد يقول في مشاكل في الجهاز، في مشاكل في الجهاز، هاخد براي حضرتك طيب. لكن هل الفتره الزمنيه ما بين كاس العرب وما بين كاس الامم الافريقيه تسمح؟ لا تسمح، تغيير لا تسمح، يبقى الاستمرار على ما هو عليه. بس انت النهارده قاعده عرب ولازم الامور تتلم.
قعده عرب والامور تتلم تمام. ده قبل البطوله لاسوا الظروف واضح جدا اللي هو بيعتمد على راجل اجنبي محمد شوقي تمام. طب انت هتقدر تصلح او توفق ما بين مدرب الحراس ومدرب المدرب كابتن ضيا مدرب العام؟ لا هو في المصطلح مش مدرب عام للاسف اللي انا عرفته يعني تمام. هل هتقدر تصلح بعد الفتره اللي فاتت دي ولا هتمشي معاه وتغير؟ والله انا المفترض ترابيزه بتجمعنا تمام، بنتكلم بشفافيه في الغرف المغلقه، اشوف شكوتك ايه شكوتك ايه، ولازم انت عايز ايه، لانك انت يهمك مين في الموضوع ده؟ الراجل المنتخب الاول والمدير الفني اللي هو هتحاسبه في الاخر صح تمام. انت عايز ايه؟ مش عايز ما تكبروش بقى لا انا عايز في 1 2 3 4 تعالوا نعمل زي ما حضرتك بتقول قعده عرب ونخلص الموضوع. لكن ان انت تسيب الموضوع كده والناس ملاحظه كويس قوي، اصل الموضوع مش مستخبي يعني، وكل الناس بتتكلم في هذا الموضوع ده دوره ايه، ده عامل ايه، الحاجات دي كلها تمام. فاعتقد ان لمصلحه المنتخب لابد من الامور دي كلها تتلم، لان لا وقت للي احنا نتغير، ما حدش يفكر 15 يوم ولا حد بقى يطلع ويهيك في البتاع ونازل، لا 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 استحاله. ده هو الاستعداد جه من خلال البطوله دي ومن خلال الاسبوعين اللي هنلعبهم في الدوري قبل ما نسافر. ايوه برافو عليك. احنا عندنا بطوله الفتره اللي جايه، وعندنا بعد كده الماتشين بتوع كاس العالم. لكن برضو عايز ارجع بالشريط لورا، عشان احنا بننسى وطول عمري بقول اللي احنا بننسى، احنا بنقسم الطموح لمراحل لمراحل مرحلة، ولما مرحله بت 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 بتحققها بتطمع اكثر تمام. انت عايز تروح افريقيا، احنا رحنا افريقيا تمام، هتخش افريقيا دول كاس العالم. لا لو ما جبتش المركز الاول او لعبت مباراه نهائيه ومباراه كويسه ولو اتغلبت الدنيا هتقوم وتقعد. احنا عايزين نروح كاس عالم، هل بالاداء ده والمنظر ده والزيطه دي نقدر انه لو روحنا كاس عالم هنقدر نعمل نتائج كويسه؟ طيب هقول لحضرتك حاجه برضو، خلينا في الاول مرحله الوصول لكاس العالم. اللاعبين المحترفين اللي موجودين مع قوام المنتخب مين؟ ما نقدرش يعني مع عوده صلاح، مع عوده النني، معلش مع تريزيجي بدا برضو يرجع تمام، الاساسي مصطفى محمد في راس الحربه، الاساسي محمد صلاح تمام، ومصطفى محمد من تركيا. لكن في فرق لعبتك ناقصه بالست وسبع لعيبه على مستوى عالي. عندنا برضو موجود رمضان صبحي، موجود عبد الله سعيد، في اسماء كتيره بيراميدز ما انضموش. طيب هنرجع بقى تاني الزيطه اللي عملناها في اللعيبه الجديده. لا ما انا هقول لحضرتك بقى. ايوه بقى احنا خدنا مثلا اكثر من لاعب، انت كتقييمك وانت كوتش كبير وواحد من افضل سواء في كلاعب او كمدير فني، مين اللي يسطح لاكمال المهمه مع المنتخب، ومين اللي يقول شكرا لبعض الوقت لحين العوده مره ثانيه؟ انا اقول شكرا لحاجتين، للالزام بعدد معين في امم افريقيا 23 اسم تمام نمره 2 مقارنه باللعيبه اللي مش موجوده اللي هي سواء مع بيراميدز او اللعيبه المحترفين. فعشان كده في لعيبه هقول لها شكرا ولازم هقول لها شكرا. زي طب اقول لحضرتك حاجه، مثال صغير، احمد رفعت بيلعب فين؟ احمد رفعت مكسر جنب انا في تقديري احمد رفعت في تقديري هو التوب بتاع المجموعه دي معاك، المجموعه الجديده. طب حط بقى المكان اللي هو بيلعب فيه رفعت، نعد كده مع بعض، هنعد صح، نعد ورقه وقلم معاك، عندك رمضان صبحي، رمضان ورفعت، رفعت مرموش ومرموش وتريزيجيه، وبيحط فيه مين؟ محمد شريف تمام؟ لا خلي محمد شريف مع مصطفى محمد مع كوكا مع ياسر ريان من اللي هينضم فيهم تمام كراس حرب صي. خلينا في الاربعه اللي موجودين، الاربعه دول هو بيحب المحترفين، هياخد مرموش وواحد من الاثنين، يا رمضان صبحي يا رفعت، يا رفعت. يبقى كده التوب بتاعنا اللي شفناه الفتره دي مين؟ احمد رفعت هيبقى بره. راسين الحرب مين؟ عندك مصطفى محمد، مصطفى محمد، وعندك محمد شريف، وعندك مروان حمدي. مروان حمدي لا ده عشان خاطري ده عشان خاطري لا انا بكلمك بالنسبه له هو، انا فاهم بالنسبه له هو، ما هي الناس مروان ان شاء الله يشتغل ويبقى لعيب كبير باذن الله تمام. فانت النهارده انت لعبت واحد الفتره دي كلها وفي الاخر هتقول له شكرا. عشان كده بقول لك ايه، شكرا
مش بمزاجي ده شكرا بالعدد بالزام العدد. انت بتتكلم في 23 لعيب يا دكتور، بتتكلم في 23 لعيب، سيبك من ثلاث حراس مرمى، يبقى انت عندك 20 لعيب ل 10 مراكز، يبقى كل مركز فيه اثنين. فاهمني؟ فاذا ما خدتش الخلاصه ما فيهاش هزار اصلا. مين في مركز المساك؟ هي دي هي دي هي دي عندنا الونش يعتبره نمره واحد في هذا المكان، حجازي وحجازي وايمن اشرف. بس هو ممكن يلعب في حته ايه؟ ايمن بقى في حته تانيه. على اساس ايه ياخد ايمن اشرف هنا وهنا ويزود واحد في حته قدامنايه؟ مين اللي ممكن من الاسماء احمد ياسين ولا محمد عبد المنعم؟ لا احمد ياسين لسه شويه. عبد المنعم محمد هو الافضل. لسه محمد بالك لعب ماتش كبير جدا لسه. لا لسه عندك كمان برضو الفتره الصغيره اللي جايه دي، ما عندك برضو في بيراميدز فيها علي جبر وفيها بتاع منتخب الاولمبي باسمه احمد سامي وغيره، وفي اسامه جلال، وفي ياسر ابراهيم من النادي الاهلي، وفي اسامه جلال. تمام. فانت عندك اسماء تاخد من هي الحته دي اللي فيها القلق شويه. طب منتصف الملعب ما فيهوش قلق؟ عندك اسمه ايه ده؟ عمرو السوليه. تمام. ادي واحد. حمدي فتحي. تمام. النني. ثلاثة. وواحد بقى مهند ولا طارق حامد. واحد منهم. لو انت بتختار اعطاك المدير الفني اختار لحد. لا انا اختار طارق. طارق حامد. التحامات قوية في التوقيت البطولة الأفريقية مختلفة، التحامات عنصر قوة عايزة اللعب القوي. لما اخلص بقى المهمة بتاعتي واعمل احلال وتجديد اقول لك لكن في التوقيت ده محتاج لاعب ذو خبرة ومكانه يعني يستاهل يعني. بس الجنب اليمين عندك صلاح وعندك زيزو. تمام. جنب اليمين ورا عندك اكرم توفيق وعندك عمر كمال عبد الواحد. تعالى بقى في المركز اللي محدش عارف هنعمل فيه ايه. حراسه المرمى مين مع الشناوي؟ هل هو نازل بالسن وعشان كده هنلاقي بسام فرصه بتقل وجات فرصه بتقل ونلاقي صبحي الاكثر، ولا ادالك كل الحلول لكل المراكز ووراك كل انا سالت الكابتن احمد سليمان النهارده قلت له الشناوي كان بيعاني بعض الاوقات من اصابه وعنده مباراه مهمه مع الرجاء المغربي في كاس الصبح، كان من الاولى برضو خلاص اشارك. طب انت جيت على 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 المباراه بتاعه النهارده. طب انت عندك لما احنا اتاهلنا في انجولا هناك جابوني هنا اهو مالهاش اي قيمه المباراه دي، ما لعبتش ليه حارس من اول مباراه. ماتش السودان وانت قاعد كمدير فني وشايف ان الماتش خلاص سهل ما لعبتش ليه الشوط الثاني حد ما حدش عارف لو لا قدر الله. يعني نتمنى السلامه دايما طبعا لكل لاعبتنا لو حصل اي حاجه للشناوي وجامعين الراجل بيشتكي من ظرف ما بعيد عنه رب ربنا يحميه يا رب. عنده اصابات، عنده طرد، عنده انذارات، عنده اي شيء. تمام. طب انت عندك مين؟ عندك مين؟ ليه الحضري ما اتكلمش في حته زي دي؟ ولا لسه برضو الخبره كمدرب للحراس مش مكتمل؟ كان الاولى ان الحضري هنرجع بقى للجهاز الفني، هنرجع للجهاز الفني وما يدور داخل الجهاز الفني. انا اتكلمت على قبل كده برضو على سلوك الجهاز الفني. احنا النهارده كل مباراه مشكله المدير الفني مع الحكام ومع اللعيبه المنافسه. طب وبعدين احنا مصر النهارده برضو بتكلم مع الحكم، ماتش الاردن اتخانق مع اللعيبه، ماتش الجابون ولا انجولا هناك اتخانق مع لعيبه، ماتش الجزائر اتخانق مع وبعدين انت مدير فني وحتى مفيش حد يقدر يكلمه ولا ايه؟ بتفضل المدرب المصري يا كابتن علاء؟ في توقيت ما افضل المدرب المصري. ويبقى شخصيه كويسه ويقدر يبقى قنوع اللعيبه واللعيبه عارفه ان ده مدرب كويس ولعب وعارف يعني ايه دولي وعارف يعني ايه لو قلت لك شكل لي تشكيل لجهاز منتخب مصر المصري. لا هيبقى محرجه ولا يا دكتور؟ هيبقى محرجه. لكن في ناس لو قلنا اسمين ثلاثه بلاش تبقى محرجه، لو اديك فرصه هديك واحد اثنين ثلاثه. في لعيبه في مدربين لعبوا دولي ودربوا دولي وعملوا نتائج كويسه وعارف يعني ايه لعيب دولي. تمام. لكن احنا لما مين اكتر واحد على الساحه في النقطه دي يا كابتن؟ لما نحب نهرب اصله دخل يمين ما دخلش شمال. طب مين من اللي موجودين في الصفات اللي حضرتك قلتها؟ حسام حسن.
ما انت النهارده عمال تقول حسام حسن اصله بيتنرفز على الخط وبيعمل مشاكل وبتاع. طب ما هو تمام. طب ما هو الراجل اهو. ليه حسام حسن ما مسكش منتخب مصر؟ وليه اداره الاتحاد تقعد معاه وتقول له يا كابتن حسام انت 1 2 3 4 و 1 2 3 يا خد بالك؟ يعني يبقى في قاعده ويشتغل. تمام. لكن واضح جدا ان في حاجه. انا بقول اسم في اسماء كتيره كمان موجوده يعني على الساحه، يعني في مدربين مصريين كويسين، وفي كابتن ايهاب جلال مدرب كبير وكبير وراجل كويس. فاعتقد ان توقيت معين هتحتاج، ولكن برضو هنرجع نقول لا وقت اللي بالتأكيد. احنا لا نغير أكيد. لازم أكيد. كلنا نتكاتف حوالين المنتخب، ولابد من ناس تقعد تحاسب الراجل ده تقول له انت بتعمل ايه. ما ينفع يعني ما ينفعش يا دكتور الراجل ده اشتغل لوحده كده وما حدش يقول له انت بتعمل ايه. واضح جدا اللي هو ما يعني ما بيسمعش. فلا بد من ان في يبقى في ناس قاعده بتقول له تعالى حساب انت بتعمل ايه، هتعمل ايه، هتاخد مين. طب اقول لحضرتك حاجه، في 40 اسم راحوا الاتحاد الافريقي اللي هو هيتاخد منهم المنتخب. حد من الاتحاد يقدر يقول لنا مين ال 40 اسم دول؟ وخلي بالك على اخر الشهر يبقوا 30، هيشيل 10، وقبل البطوله بيوم هيبقوا 23 اسم. وفي لعيبه موجوده في المنتخب دلوقتي مش موجوده في ال 40. هيبقوا خارج التشكيل للاسف. زي ما انت قلت العدد محدود. طيب يعني عاوز برضو خلينا في الغرائب والعجائب، هقول لك حتى كده نطلع منها بس من الضغط اللي احنا فيه. النهارده كانت في مباراتين، مباراه في القسم الثالث هنا في القاهره رسميه. وبعدين جم ينزلوا الملعب زميلنا محمد عراقي، يعني برضو الحق لازم ينساب له في جبهه يعني. فكان في بعض الناس مأجره الملعب، فقالت لك مش طالعين قبل ما نخلص. معاهم حق. المده الثانيه خد بقى الجديده. والله خد بقى الثانيه بقى دي كمان. دي كانت في القسم الثالث بقى في مجموعه الغربيه وكفر الشيخ، نادي سبورتنج كاسل من الغربيه مع سيدي سالم. في اثنين توأم في سيدي سالم بيلعبوا، فواحد فيهم خد انذار في انذار فانطرد. فالمدرب منزل التوأم بتاعه، فالمدير الفني الحكم قال لك لا ده انا طرده يا سيدي، ده التوأم بتاعه. ده عامل زي الفيلم بتاع احمد حلمي اسمه ده التوأم بتاعه. عمل ايه في الاخر؟ لغى المباراه، ما اقتنعش. لا والله جابوا له الاثنين الراجل. لغى المباراه. لا في حاجات. طب اقول لحضرتك حاجه، طب انت بتتكلم على، طب في مسابقات الناشئين احنا داخل جمهوريه مصر العربيه بنلعب تحت بند او تحت مظله الاتحاد المصري لكره القدم، مواليد 2009 بيلعبوا في القاهرة 11 ضد 11 45 دقيقة، و2009 في الجيزة واسكندرية بيلعبوا 9 ضد 9 من 18 لل 18. إن شاء الله هيبقى في خير. وزي ما شفنا انضباط يعني في الدوري الممتاز. أنت رأيك يعني الدوري الممتاز السنة دي في انضباط يعني ولا لأ؟ الدوري الممتاز في انضباط ولا لأ؟ الدوري الممتاز لا، حاجة تانية بصراحة، حاجة تانية. وإن شاء الله كل الدورات هتكون بالشكل ده. خلاص ماشي. سعيد بوجودي معاك النهارده ان شاء الله باذن الله. باذن الله سعيد بوجودي. انا معاك النهارده، انت دايما بتنور صديقي وزميلي عزيز هاني حتكوت في حين عودته ان شاء الله ينور مكانه. فانا بشكرك ان شاء الله. لكن قبل ما اختم، الاهلي الرجاء توقعك للمباراه؟ لا الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي ان شاء الله. وانا كمان بقول الاهلي ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده من الماتش. بشكر كابتن علاء نبيل نجمنا الكبير، نجم منتخب مصر والمقاولون العرب. غدا ان شاء الله حلقه جديده من الماتش. حتى هذا الموعد دمتم في امان الله، الى اللقاء.